امتحانات، امتحانات ان شاء الله هتبدا 19/6، هيبقى انا بالظبط 3 اسابيع، الاسبوع ده وكمان اسبوعين جايين ان شاء الله، فعدد الليكشرز هتبقى قليل قوي، هناخد بس 70% من الكورس و30% هيتلغي. النهارده ان شاء الله هنحاول نخلص الكاباستنس، وبكره ان شاء الله هنخلص شابتر 5، هناخد جزء واحد دلوقتي الاكسبيرمنت اللي عندنا اللي هي الار سي سيركتس، وبعد كده ندخل في الماجنتيزم ان شاء الله. معلش تستحملوني الاسبوعين دول، هنضغط يعني معلش هيبقى فيه ضغط عليكم شويه عشان نحاول نخلص 70% من الكورس ان شاء الله. اللي احنا خلصناه لغايه دلوقتي، خلصنا شابتر 1 اللي هو الكتروستاتيك فيلد، خلصنا جاوسس لو، خلصنا الكتروستاتيك بوتنشال، المفروض احنا امتحنا فيهم في الميد تيرم. السلايس دي بتتكلم عن الكاباسيتورز اند كاباستنس وانكلودنج الكتريك كارنت. الكتريك كارنت هناخد بس توبيك واحد بس اللي هو الار سي سيركت. المفروض بكره ان شاء الله هنخلص الار سي سيركتس وناخد معانا الماجنتيك فورس. يعني انا مش عارف ناخد قد ايه في الماجنتيزم، غالبا يعني ممكن ناخد 2 اور 3 شابترز فقط في الماجنتيزم. الكاباستورز، ايه الكاباستورز دي؟ اول مره ابدا اتكلم على ديفايسز، حاجه فيزابل فعلا، ديفايسز حاجه موجوده في الكتريكال سيركتس. دكتور كلمه اللي اتفضل احنا مش بنريكورد. اعمل ريكورد، ما تعرفش تعمل اطلع يعني واعمل، انا بعمل ريكورد يا دكتور. خلاص اوكي طيب شكرا. الكاباستورز دي يعني تقريبا تكاد تكون مفيش اي الكتريكال سيركت الا ما فيها الكاباستور ده. الكتريكال سيركت اسمبلي بيبقى فيها اكتيف اليمنت وباسيف اليمنت. اكتيف اليمنت اللي هي بتسبورت او بتديليفر الباور، بتطلع كارنت او بتطلع فولت، والباسيف اليمنت اللي هي بتكونسيوم الايه الباور. اكتيف اليمنت زي الباتري فولتج سورس او كارنت سورس، والباسيف اليمنت زي الريزيستنس زي الكاباستنس زي الاندكتورز، دي كلها بنسميها باسيف اليمنت، اي حاجه بتكونسيوم الايه الباور. حسب التخصصات بتاعتكم في ماده تاخدها اسمها الكتريكال اند الكترونيك سيركتس. يا ترى ايه الفرق بين الكتريكال سيركتس وبين الكترونيك سيركتس؟ الكتريكال سيركتس هي سيركت زي ما قلت ما فيهاش غير باتري وريزيستنس مع كويل وكاباستور مثلا، اما الكترونيك سيركتس بينضاف عليها الكترونيك ديفايس لايك دايود، ترانزستور، بي جي تي، موسفيت، ثايرستور، اي الكترونيك ديفايس. عيد الجملة تاني لو قلتها من شوية، تقريبا مفيش أي إلكتريكال أو إلكترونيك سيركت إلا ما يكون فيها الكاباستور. طبعا دي أشكال الكاباستورز، منها الشكل ده اللي هو الستارتر اللي بتبقى موجودة في لمبة الإيه الفلورسنت. طيب هو الكاباستور ده إيه لازمته؟ بستخدمه في إيه؟ الأبلكيشن بتاعته إيه؟ الأبلكيشن بتاعته كتير جدا، منها اللي هنركز عليه هو ستورد إلكتريكال إنرجي، بيخزن طاقة كهربائية زي كشاف الكهرباء اللي انا بستخدمه ساعه ما الكهرباء ايه بتتقطع، بعمله تشارجنج، وبعد كده لما الكهرباء بتتقطع بشغله فبيعمل ديس تشارجنج، زي الباتري بتاعت الموبايل اي حاجه بيحصل لها تشارجنج وديس تشارجنج فده كاباستور. دي احد الابلكيشنز وده اللي هنركز عليه في الشغل بتاعنا. طيب هل ليه ابلكيشنز ثانيه؟ يس، على سبيل المثال راديو ريسيفرز. ايه راديو ريسيفرز؟ الانتنة بتاعت الراديو بتريسيف اكتر من 20 شانل حسب عدد التشانلز موجوده في الايه في المنطقه اللي انت فيها، ومع ذلك انت بتسمع شانل واحده بس. ازاي انت بتسلكت شانل واحده من بين ال 20 او ال 30 قناه اللي بيستقبلهم الانتنه؟ ده عن طريق كاباستور. فالكاباستور ده عامل زي فلتر بتريسيف قناه واحده بس وبتريجكت اول او ذا ريست شانلز، بقيه الايه التشانلز الثانيه. برضه بيستخدم فلترز في الباور سبلاي. فلترز في انواع الفلترز، هاي باس فلتر، لو باس فلتر، باند باس، باند ستوب، كل دي انواع الفلترز هتاخدوها ان شاء الله حسب تخصصاتكم ان شاء الله في السنين اللي جايه ان شاء الله. احنا هنركز فقط على انرجي ستورينج ديفايسز، هو ده الشغل بتاعنا، هنركز انه ايه ديفايس بيستورد الكتريكال انرجي. برضو احد الابلكيشنز بتاعت الكاباستور اللي هي الميموري، تقريبا يعني معظم الميموريز المتصنعه في السوق متصنعه من كاباستورز، سواء كانت رام او روم، كل ده بتصنع من كاباستورز. انا حبيت بس اقول الابلكيشنز كتير جدا بتاعت الكاباستورز. طب هو الكاباستور ده اساسا بيتصنع ازاي؟ هو عباره عن ايه؟ الكاباستور هو عباره عن تو ميتلز او تو كوندكتورز سيبريتد باي ان انسوليتور. تو ميتلز او تو كوندكتورز بينهم فاصل، بينهم انسوليتور،
وارد الانسيليتور ده ممكن يبقى اير، ممكن يبقى بيبر، ممكن يبقى كيميكال ماتيريالز، ممكن اي نوع من انواع الانسيليتور، حاجه ما بتوصلش كهرباء وخلاص. طيب يبقى هو مثلا اشكاله كتيره جدا، ممكن يبقى عباره عن تو بليتس بارلل لبعض بينهم انسيليتور، ممكن يبقى سلندريكال كاباستور، ممكن يبقى سفيريكال كاباستور، في انواع كتيره من الكاباستورز. طريقه تسميه الكاباستور عن طريق الجيومتري بتاعته شكله، فعشان كده بنقول بارلل بليت كاباستور، سفيريكال كاباستور، سلندريكال كاباستور اند سو اون. طيب هو الكاباستور ده بيتشحن ازاي؟ يعني عمليه شحن الكاباستور دي بتيجي ازاي اذا كان هو تو كوندكتورز بينهم انسوليتور؟ هقولها بطريقه باكزامبل توضيح الاستريتيف اكزامبل، فقط الهدف منه ان احنا نحاول نفهم عمليه التشارجنج بتتم ازاي. الميتال في الاول ده بيبقى نيوترال، معنى كلمه نيوترال انك عدد البوزيتيف تشارجز قد عدد النيجاتيف تشارجز. فلو ضربت اكزامبل كده ان انا مثلا في الميتال ده كان عندي 50 الكترونز وعندي 50 بروتونز، يعني ده يعني حاجه كده وهميه طبعا، طبعا عدد الالكترونز وعدد البروتونز بيبقى بالملايين. المهم طيب لما انا حاطط موصل بي باتري، يعني انا حاطط هنا بوزيتيف وده نيجاتيف، البوزيتيف بيسحب الالكترونز من الميتال. طبعا الحاجه اللي ممكن يحصل لها لوست اور جين هو الالكترونز، العدد اللي ممكن يتغير هو فقط الالكترونز، اما عدد البروتونز بيبقى ايه ثابت ما بيتغيرش. فلأي سبب كان انا حاطط هنا بوزيتيف فسحبت من الميتال ده على سبيل المثال 5 الكترونز، خرجت من الميتال ده 5 الكترونز، 1 2 3 4 5 6 اهو، يبقى طلعت من الميتال ده 5 الكترونز خرجوا من هنا. يبقى النتيجه ايه؟ اصبح عندي 45، اصبح عندي 45 الكترونز و50 بروتونز. الصم بتاعهم كام؟ الصم بتاعهم 5 بوزيتيف تشارج، يبقى اصبح على البليت ده اكيوميليتد عليه 5 بوزيتيف تشارجز. طيب ال5 الكترونز اللي خرجوا من الميتال هل هيقعدوا في الباتري؟ لو قعدوا في الباتري فولت البطاريه يتغير، عارفين الدي سي الفولت ما بتغيرش. طيب يبقى وظيفه الباتري انها بتسحب الالكترونز من ميتال وتوديها الناحيه الثانيه، يبقى ال5 الكترونز دول هيروحوا الناحية التانية. لما يروحوا السكند بليت يبقى عدد الالكترونز هنا عندي هيبقى 55 الكترونز وستيل 50 بروتونز، يبقى التوتال بتاعهم كام؟ 5 نيجاتيف تشارجز. يبقى الهدف الاكزامبل ده انا عايز اقول لك ان عدد البوزيتيف تشارجز على البليت هو نفسه عدد النيجاتيف تشارجز على الاذر بليت، عشان كده بنكتب بوزيتيف كيو ونيجاتيف كيو، مش بوزيتيف كيو 1 ونيجاتيف كيو 2، هما الاثنين قد بعض في الايه في الماجنيتيود. طيب العمليه دي هتفضل مستمره لغايه امتى؟ هل لغايه ما عدد الالكترونز ينتهي؟ هو ممكن عدد الالكترونز يخلص؟ طبعا لا. امال البروسيس دي تفضل مستمره لغايه امتى؟ حد يعرف؟ لما البوتنشال ديفرنس بين التو بليتس يساوي الباتري. اكزاكتلي بالظبط، لما يكون البوتنشال بينك انت عملت هنا بوزيتيف تشارج على احد البليتس ونيجاتيف تشارج على الاذر بليتس، يبقى اصبح عندك فيه بوتنشال ديفرنس. كل ما عدد التشارجز بيزيد كل ما البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد ده بيزيد. اول ما يوصل ان البوتنشال ديفرنس اكروس التو بليتس هو نفسه فولت الباتري اللي على سبيل المثال 12 فولتج، عمليه التشارجنج بتقف. يبقى لما انت بتشحن موبايل اول ما الفولت اللي جوه بطاريه الموبايل هو نفس الفولت اللي خارج من الشاحن، عمليه التشارجنج بتقف، حتى لو سبته 3 ايام الفولت لا يزيد ولا هيقل. فالفولت ما ينفعش يزيد الفولت عن فولت الشاحن او عن فولت التشارجر. طيب يبقى من الاخر الكاباستور ده بيخزن تشارجز. طيب انا زمان رحت اشتري كشاف كهرباء، ايام ما كانت الكهرباء بتقطع اكتر ما بتيجي، فطلع لي الموظف يعني كشافين نفس الموديل نفس الشكل نفس كل حاجه، الاثنين متوصلين بلمبتين 60 سنتي نفس كل حاجه. واحد قال لي بيقعد من 3 ل 4 ساعات والتاني يقعد من 5 ل 6 ساعات، هو ايه اللي يخلي واحد بيقعد مده اطول من الثاني؟ ونفس القصه لما تيجي تشتري موبايل يقول لك الموبايل ده بيقعد معاك يوم ونص، اما الموبايل ده مثلا يقعد معاك 6 ساعات او 10 ساعات. هو ايه الفرق بين البطاريه والثانيه او بين كاباستور والثاني؟ الكاباستور اللي بيقدر يشيل تشارجز اكتر بيقعد معاك مده اطول. طيب انا عايز اعرف
ايه عايز اعرف كوانتيتي بتعبر عن الكاباسيتي بتاعت الكاباستور عشان اعرف ده بيشيل قد ايه. انت لما بتروح تشتري كولمان ميه فبتقول مثلا الكولمان بتشتري ازاي، مكتوب عليه 10 ليترز 15 ليترز 5 ليترز 1.5 ليترز، هل ده معناه ان جواه 1.5 ليترز ميه؟ لا، هو ممكن يشيل ميه اب تو 1.5 بس ممكن تحط فيه ميه نص لتر، لتر مش شرط 1.5، بس ده الماكسيمم كاباسيتي. اما ما ينفعش يشيل 2 لتر. سيم ستوري، عايز اعرف كوانتيتي بتعبر عن الكاباسيتي بتاعت الكاباستور، فالكاباسيتي بتاعت الكاباستور دي اللي احنا بنسميها الكاباستنس، فالكاباستنس هي سعه الايه المكثف. طيب الكاباستنس هي الراشيو بين ماجنتيود التشارج على احد البليت اوفر البوتنشال ديفرنس اكروس التو بليتس. تاني سي او الكاباستنس او السعه هي الراشيو بين ماجنتيود التشارج على احد البليتس هم قد بعض، ماجنتيود التشارج على احد البليت اوفر البوتنشال ديفرنس بتوين التو بليتس. السي ليها ثلاث مميزات، سي ليها ثلاث مميزات هما انها كونستانت، انها بوزيتيف، انها سكيلر. كونستانت مكتوب على الكاباستور الفاليو بتاعته زيه زي الريزيستنس، فالكاباستنس كونستانت بمعنى اخر انها لا تعتمد لا على التشارج ولا على الفولت. يعني لو الكاباستور ده ان تشارجد يعني كيوب صفر ما فيهوش تشارجز، هل معنى كده ان الكاباستنس بصفر؟ طبعا لا، الكاباستنس ده رقم ثابت. امال معناها ايه؟ معناها ان البوتنشال ديفرنس بزيرو، كل ما التشارج بتزيد كل ما البوتنشال ديفرنس بتزيد بمعدل السي او بمعدل الكاباستنس. فالكاباستنس مقدار ثابت كونستانت لا تعتمد لا على التشارج ولا على البوتنشال ديفرنس. بوزيتيف لان هي ماجنتيود التشارج على ماجنتيود البوتنشال ديفرنس، مفيش عندي كاباستنس بالنيجاتيف زي ما فيش عندي الريزيستنس بالنيجاتيف. وسكيلر يعني ملهاش هاز نو دايركشن. طيب تعالوا نفهمها، يعني عندك كاباستور الكاباستنس بتاعته 10 مايكرو سوري 10 والتاني 20، يعني بغض النظر عن اليونتس دلوقتي لو انت عندك تو كاباستورز عايز اعرف ليه لما الكاباستنس بتزيد الايه بيقدر يشيل تشارج اكتر. فساي مثلا انت عندك تو كاباستورز، ده رمز الكاباستور سي مثلا سي 1 ايكوال 10 وسي 2 ايكوال 20، واحد ضرب للتاني. يعني لو انا وصلت الاثنين بنفس السورس بنفس الشاحن، اوكي هوصل التو كاباستورز دول بنفس الشاحن اهو بنفس الباتري. طبعا ده رمز الباتري، شرطه طويله وشرطه قصيره، ده رمز الباتري. انا عايز بس اقنعك لما الكاباستنس بتزيد الايه كميه التشارج اللي ستورد جواه بتزيد. فلو انا وصلت باتري هنا سي 1 فولت وهنا برضو 1 فولت، حد يقدر يقول لي التشارج اللي على سي 1 بكام او التشارج اللي ستورد جوه سي 1 بكام؟ 10. فيري جود. هنعمل ماجيك اللي هو الماجيك ترانجل، انتوا بتحبوا طبعا شغل ثانويه عامه، كيو سي دلتا في. فالتشارج هي حاصل ضرب الكاباستنس تايمز الفولت، يبقى التشارج اللي هنا يبقى 10 والناحيه الثانيه التشارج ايكوال 20. اتوقع كده فهمنا ان كل ما الكاباستنس بتزيد كل ما يقدر يشيل تشارجز اكتر، وبالتالي لما اجي استخدمه هيقعد معايا مده اطول. هو ده السبب ان الراجل قال لي ده بيقعد معاك من 3 ل 4 ساعات وده بيقعد معاك من 5 ل 6 ساعات، لان ده لما بيتشحن بيشيل تشارجز اكتر. الاثنين وصلتهم بنفس السورس. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انا البطاري بدل ما هي 1 فولت بقت 2 فولت، بدل ما البطاريه 1 فولت بقت 2 فولتج، ايه اللي يحصل للتشارج؟ هل الكاباستنس هتغير؟ هل الكاباستنس هتزيد؟ الكاباستنس رقم ثابت، مين اللي هيتغير؟ اللي تشارج بدل ما يتن هتبقى كام؟ هتبقى 20. يبقى كل ما الفولت كل ما الفولت بيزيد كل ما التشارج اللي جواه تزيد، تظل السي مقدار ثابت لان السي ده كونستانت لا يعتمد لا على التشارج ولا على الفولت اللي انت بتوصله بالايه؟ بالكاباستور. واضح الكلام ده يا جماعه؟ اوكي. اليونتس، اليونتس بتاعت الكاباستنس هي طبعا كولوم على فولت، كولوم على فولت بنسميها فراد مش فريد، فراد اللي هو المقطع الاول من كلمه فرادي. بس اكشوالي ما عنديش كاباستنس بالفراد زي ما عنديش تشارج بالكولوم، ما عنديش كاباستنس بالفراد.
لما انا كنت بدي المحاضره دي تقريبا 2015 2016 او قبل كده، كنت بقول للطلبه اكبر كاباسيتنس عندنا بالمايكرو فاراد، بعد كده الاصغر منها نانو فاراد، بعد كده بيكو فاراد. حديثا في السنين اللي فاتت دي، السنه اللي فاتت او قبلها او السنين القريبه، قدرنا او قدروا يصنعوا بالملي فاراد، قدرنا نوصل لكاباسيتنس بالملي فاراد زي الكاباسيتنس زي الكاباستور اللي عندنا في اللاب. حد يعرف اللي في تجربه الار سي، حد فاكر طلع معاه بكام كاباسيتنس اللي في تجربه الار سي سيركت؟ يا جماعه ده التحكم يبدا 28.5 في مايكرو. مايكرو، ده انت رائع، انت جميل. حد تاني فاكر تجربة الـ RC circuit؟ كان time temper negative 3 ملي لا خالص خالص. طب ده مبشر جميل جدا على امتحان اللاب. المهم هي بيطلع 1.6 ملي فرد. المهم اللي عندنا ما عملهاش يا دكتور. طيب انا بسأل الناس اللي عملوها، يعني انت ذكي اذكى اخواتك يعني. اوكي طيب، فالكباستنس اللي عندنا في اللاب بالملي فرد، قدرنا نوصل لكباستنس بالملي فرد. هو السؤال، طب انا ليه اساسا ما اقدرش اصنع كاباستنس بالفراد؟ ده اللي هنجاوب عليه كمان شويه. طيب اذا انا بقول الكاباستنس كونستانت ولا تعتمد على التشارج ولا على الفولت، امال ازاي بقدر اكبر الكاباستنس او اصغر الكاباستنس؟ يعني بمعنى اخر، هي الكاباستنس بتعتمد على ايه؟ طبعا ده الكلام اللي قلته بوزيتيف كونستانت، خلاص عديه. داز ذا كاباستنس ديبند اون ذا سورس؟ قلنا لا طبعا. امال الكاباستنس بتعتمد على ايه؟ الكاباستنس بتعتمد على ثلاث حاجات. اول حاجه الجيومتري بتاعت الكاباستور، شكله. عشان كده قلت احدى طريقه تسميه الكاباستور بتسمى بشكله، فبنقول بارلل بليت كاباستور، سفيريكال كاباستور، سيلندريكال كاباستور، اند سون. الحاجه الثانيه نوع الانسوليتور، مش احنا قلنا هو عباره عن تو ميتلز بينهم انسوليتور؟ فساعات بنقول اير كاباستور، بيبر كاباستور، كيميكال كاباستور. يعني ايه كيميكال كاباستور؟ يعني الماتيريال الانسوليتور دي متصنعه من كيميكال ماتيريالز، اند سون. حاجة التالتة distance between two plates، ده فاكتور في غاية الأهمية، اللي هو separation بين التو بليتس، ده فاكتور في غاية الأهمية، بيأثر جامد على الكاباستنس. فهم دول التلات حاجات اللي بيعتمد عليهم الكاباستنس: الجيومتري ونوع الانسوليتور والseparation between التو بليتس. دي أشكال الكاباستور، ده cylindrical capacitor، ده spherical capacitor، ده parallel plate capacitor. ممكن نصنع variable capacitor، السيبت فاريبل اقول لكم ازاي. اوكي، وده الموجود في الراديو عشان اغير الشانل. فانا اكشوالي عندك فاريبل كاباستور، فانت لما الكاباستنس بتتغير الفريكوانسي بتتغير، فبالتالي القناه بتتغير. ازاي بنصنع فاريبل كاباستور؟ هنشوفها كمان شويه. المفروض ان احنا ندرس التلات انواع دول ان ديتيلز. طبعا لضيق الوقت هنلغي السفيريكال كاباستور وهنلغي الايه سيلندريكال كاباستور، مش هناخد غير البارلل بليت كاباستور بس عشان دي الوقت اللي احنا فيه. اوكي، دي برضو دي الاشكال الحقيقيه بتاعت الكاباستورز. اوكي قلنا الكلام ده خلاص. طيب هناخد نوع واحد بس من الكاباستور اللي هو البارلل بليت كاباستور. عايز احسب اطلع قانون اذا كانت الكاباستنس تعتمد على الجيومتري. معنى كده ان كل نوع من انواع الكاباستور ليه الرول بتاعه. هتقول لهم ايه حكايه سي كوال كيو على دلتا في؟ دي اسمها ديفاين ايكويشن. زي ما قلنا الكتريك فيد فورس على التشارج، زي ما قلنا البوتنشال انرجي على التشارج، بعد كده حسبنا البوتنشال للبوينت تشارج، للسفيريكال تشارج كوندكتور، لللاين اوف تشارج، للرينج. دي بنسميها سبيشال كيسز. فكان المفروض ان احنا نحسب طلع قانون للبارالبيت كاباستور وللسفيريكال كاباستور وللسلندريكال كاباستور وكمان للايزوليتد سفيريكال تشارج كوندكتور كمان. المفروض كل ده كنا ناخده في ايه ضمن التوبكس بتاعتنا، بس ايه نظرا لضيق الوقت هناخد نوع واحد بس اللي هو اشهر انواع الكاباستور اللي هو الايه البارلل بليت كاباستور. ازاي اطلع قانون للكاباستنس؟ هما ثلاث خطوات، 3 ستيبس. ستيب نمبر 1 بحسب الالكتريك فيلد بتوين التو بليتس. ستيب نمبر 2 بحسب البوتنشال ديفرنس، بس باخد الالكتريك فيلد ده واستخدمه لحساب البوتنشال ديفرنس بتوين التو بليتس. وانس انك حسبت البوتنشال ديفرنس هقول ان سي ايكوال كيو اوفر دلتا في، اقدر اجيب الكاباستنس. تعالوا نعمل الكلام ده.
لو انت عندك parallel plate capacitor هو عبارة عن ده metal صفيحة كده plate وقصادها parallel ليها another plate الاثنين ليهم نفس الاريا A والseparation بينهم D. يبقى بعرف رمزين A اللي هي الاريا بتاعت البليت ودي اللي هو separation between التو بليتس. شفنا الالكتريك فيلد بين التو بليتس اخدناها في جاوس. ارجع لجاوس، لو كان ده نون كوندكتور كان الالكتريك فيلد سيجما اوفر 2 ايبسيلون نوت. طبعا انتوا لسه خارجين من ميد ترم وهاضمين جاوس لو كويس قوي. اما لو ده ميتال او كوندكتور فالالكتريك فيلد بيبقى سيجما اوفر ايبسيلون نوت. الالكتريك فيلد ايكوال سيجما over epsilon لو كان ده non-conductor كيبقى فيه 2 في الدينومينيتور. طيب سيجما اللي هي مين؟ سيجما اللي هي total charge على total area. total charge المتوزع على البليت على الاريا بتاعت البليت. يعني ممكن اشيل سيجما وحط مكانها Q over A هو ده سيجما. طيب electric field ده constant وحنا already اخدنا في حالة parallel plate او في حالة infinite plate بيبقى electric field ماله uniform. عشان اجيب potential difference في حالة uniform field تفتكروا الرول اللي خدناه دلتا في في حالة uniform field كان بيساوي minus E في D. فاكر الكلام ده؟ اكيد طبعا فاكرينه. الماينس دي كان ايه سببها؟ احنا كنا واخدين الصغير ناقص الكبير، كنا بنقول VB ناقص V. فاكرين الكلام ده؟ كنت برسم electric field كده، كنت بقول دي النقطة A ودي النقطة B، فكان دلتا في اللي هو VB minus VA. قلنا السبب اشاره الماينس ان VB اصغر من VA. انا هنا اخد الكبير ناقص الصغير، يعني سي مثلا هو ده الاي وده البي، هقول في اي ناقص في بي. الفولت الكبير ناقص الفولت الصغير يبقى الماينس دي ايه هتروح، يبقى اي تايمز دي هضرب بس المعادله دي في دي اي في دي، يبقى يطلع البوتنشال ديفرنس كيو في دي اوفر ايبسيلون نوت اي. كده خلاص اقدر اقول ان السي بتساوي كيو اوفر دلتا في، يعني ده بيساوي Q. أقلب الكلام ده يبقى إبسلون نوت A over D Q. أطلع إن Q بتتشطب من ناحيتين، لازم Q تتشطب، لكن لو أنت طلعت لي C فيها Q معنى كده إن الكاباستنس تعتمد على التشارج، كل ما يقدر يشيل تشارج أكتر كل ما الكاباستنس تزيد which is unlogic. وبالتالي طلع معايا إن الكاباستنس equal إبسلون نوت A over D. الرول ده في غاية الأهمية اهو ايبسيلون نوت A over D. بص لي على الرول ده، كاباستنس تعتمد على نوع الانسليتور متمثلة في ايبسيلون نوت. انا هنا طبعا فرض انه اير، لو كان اي ماتيريال تانية يبقى ايبسيلون بتاعت او البرميتيفيتي بتاعت الماتيريال دي، ال A اريا بتاعت البليت ودي اللي هو السيبريشن بتوين التو بليتس. اكشوالي A مش الاريا بتاعت البليت، A هي الكومون اريا بتوين التو بليتس، هي المساحة المشتركة بين التو بليتس، وهي دي الطريقة اللي بقدر أصنع بيها variable capacitor. إزاي؟ لو أنا ثبت أحد البليتس fixed والبليت التاني كان movable ممكن يطلع وينزل، ففين A هنا؟ A هي المساحة المشتركة بين التو بليتس أهو، يبقى هو ده الأريا ده A. كل ما ده يطلع لفوق كل ما البليت ده يطلع لفوق يبقى الاريا بتزيد، ده يغير لي في الكاباستنس، وكل ما ينزل لتحت كل ما الاريا بتقل فده يغير في الكاباستنس. هي دي طريقه تصنيع الايه فاريبل كاباستور. انت لما بتحرك البكره بتاعه الراديو فاكشوالي انت بتلف احد البليتس. هوريكم الرسمه بتاعته كانت موجوده ضمن رسومات الكاباستورز اللي كانت موجوده، اللي هو فين هو ده، هو ده تقريبا حاجه زي كده، بيبقى واحد نص دائرة سيمي سيركل والتاني نص سيمي سيركل. فانت لما بتلف البكرة هو ده بالظبط. اوكي، فانت لما بتلف البكرة فانت بتغير الاريا، الاريا لما تتغير الكاباستنس تتغير. اوكي طيب ناخد اكزامبل كالكوليت ذا كاباستنس. قبل الاكزامبل ده سوري اسف، قبل الاكزامبل ده عايزين نعرف ليه ما اقدرش اصنع كاباستنس بالفراد. يعني في الوقت الحالي ليه ما اقدرش اصنع كاباستنس بالفراد؟ تعالوا نحسب الاريا ريكوايرد عشان اصنع كاباستنس بالفراد، الاريا بتاعت البيت اللازمه عشان يطلع الكاباستنس واحد فراد. هات الاي في وان سايد يبقى الاي بيساوي السي، حط مكانها واحد فراد،
الدي دايما بالمليمتر، ما ينفعش حتى يبقى بالمايكرو، يبقى اصغر حاجه قول مثلا 1 ملي للسهوله، يعني 10 تو باور نيجاتيف 3 متر، يبقى 10 تو باور نيجاتيف 3 متر وده 1 فراد. والابسلون نوت كان 8.85، قول 10 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 12، يعني 10 تو باور نيجاتيف كام؟ 11. هنعمل استيميشن بس، يعني الكلام ده هيطلع لك بكام؟ 10 تو باور 8 متر سكوير. يبقى علشان تصنع كاباستنس كاباستور بالفراد او كاباستنس بالفراد، محتاج الاريا بتاعت البليت 10 تو ذا باور 8 متر سكوير. للاسف الشديد في طلبه ما عندهاش اي سنس بالارقام، يعني هي مش متخيله الرقم ده كبير ولا صغير او حجمه ايه، يعني ايه يعني اريا، يعني الرقم ده 10 تو ذا باور 8 متر سكوير. انا عايز اقرب لك الصوره. لو انت عندك برج على النيل، انت عارفين الابراج على النيل عدد الادوار فيها ممكن يوصل ل 50 دور. فلو انا عايز اجيب الاريا بتاعت برج على النيل 50 دور، ارتفاع الدور الواحد تقريبا 3 متر. يبقى لو عندك برج على النيل وعايز اجيب الاريا بتاعته، فارتفاع البرج تقريبا قصدك الاريا الخارجيه يعني للبرج ولا ايوه اي احد السايتس، يعني ده اهو مش ده البيلدينج، اي واحد فيهم الاريا دي، فهمتني؟ فمحتاج الطول في العرض، اكيد مش الطول في العرض في ارتفاع، لا ده يطلع لك فوليوم. فلو افترضنا ان العدد الادوار 50 دور، ارتفاع الدور 3 متر، يعني ده 150 متر بس، 150 متر. و والعرض كام؟ قول مثلا العرض البيلدينج 10 متر، يبقى الاريا بكام؟ 1500 متر سكوير. يبقى الاريا بتاعت احد السايتس بتاعت مبنى على برج يعني على النيل عدد ادواره 50 دور حوالي 1500 متر مربع. طبعا تبقى كارثه لو انت مش عارف مين الرقم الاكبر 1500 ولا 10 تو ذا باور 8، هو مين البيجر، عشان برضو نبسطها اكتر، 1500 اللي هي 1.5 تايمز 10 تو ذا باور 3 متر سكوير. فانت شايف مين اكبر، 10 تو ذا باور 3 ولا 10 تو ذا باور 8؟ وبالتالي حبيت اوصلك الصوره ان الرقم ده خرافي. وما واحد يقول لي ازاي قدرنا نوصل للملي فراد، هو يفرق ايه الفراد على الملي فراد؟ ملي فراد يعني بدل ما 10 تو ذا باور 8 10 تو ذا باور 5، ستيل رقم كبير جدا. ده اللي هنشوفه في نهايه الليكشر ان شاء الله. فهمت كده يا جماعه؟ ماشي يا شو دكتور انسول. هو انا مش ممكن اتحكم في نوع الماده فده يغير في الابسلون نود والبعد دي؟ ما ده اللي انا قلته، ده اللي احنا قلنا ايه هنشوفه نهاية الليكشر. اوكي تمام. يبقى انا ما اقدرش ازود الكاباستنس عن طريق الاريا او عن طريق السيبريشن، انا محدود. طبعا السيبريشن هتقل عن ايه، هو بس يعني ما ينفعش تقل عن ملي عشان ما يحصلش كونتاكت بين الايه التو بليس، وعشان الالكتريك فيل ما يزيدش قوي. الالكتريك فيل ده ممكن يحول الدايلكتريك اللي جوه الى كوندكتور. لو اخدته كانوا زمان في ثانوية عامة بيدرسوا حاجه اسمها روم كورف كويل، مش عارفته تقريبا ما عرفش سمعتوا عنها ولا لا. روم كورف كويل بيحول الاير الى كوندكتور بسبب الالكتريك فيلد. فانا محدود ما اقدرش اقلل الثيكنس عند سيرتن ليميت وما اقدرش ازود الاريا عن سيرتن ليميت. فالحاجه الوحيده اللي ممكن العب فيها هي الابسون نوت او الابسون اللي هي البيرميتيفيتي يعني. اوكي ده example calculate the capacitance of a parabolic capacitor، بديك الدايمنشنز بتاعت الاريا وديك السيبريشن، فده تعويض مباشر. بس هي الفكره فكره يونتس، فكره يونتس، ما تنساش تحول السنتي الى متر وتحول المليمتر الى متر، فده تعويض مباشر. بقى رقم بي عايز التشارج، متى وانس انك حسبت الكاباستنس وديك الفولت ب 12 فولتج، هضرب الكاباستنس في 12 اقدر اجيب الايه
للتشارج. وده الاستيميشن اللي احنا سوري هنا بيتكلم بيسأل الكتريك فيلد. طب اجيب الكتريك فيلد ازاي؟ احسب الكتريك فيلد ازاي بعد ما حسبت الكاباسيتنس والتشارج؟ اجيب الكتريك فيلد ازاي؟ اللي يعرف مش انا اضرب في البوتنشال ديفرنس. اضرب في البوتنشال ديفرنس، اضرب مين في البوتنشال ديفرنس؟ انت عايز تضرب اي حد وخلاص؟ اضرب مين؟ قصدي اللي هي اللي هي الكاباسيتنس. اضرب الكاباسيتنس في البوتنشال ديفرنس دي الكتريك فيلد. هو مش القانون بتاعها ان هي بتساوي اي على دلتا في؟ دلتا في ايكوال اي تايمز دي، وبالتالي الكتريك فيلد هو دلتا في اوفر دي. فالكتريك فيلد دلتا في اوفر دي، دي طريقه، او استخدم القانون ان الاي ايكوال سيجما اوفر ايبسيلون نوت، والسيجما اللي هي كيو على الاريا. كل حاجه عندك كيو على ايه ايبسيلون نوت. يعني عندك طريقتين تقدر تحسب بيهم الايه الكتريك فيلد، طبعا اسهلهم هي دي طبعا. اوكي هي دي الاستيميشن اللي احنا عملناه، استيميت ذا اريا اوف ذا بليث نيدد تو اتشيف كاباسيتنس 1 فراد. فطبعا يطلع الرقم اللي احنا طلعناه من شويه. دي ده الايه السيمبلز بتاعت الكاباستور، ده السيمبل بتاع الكاباستور، ده السيمبل بتاع الباتري، وده طبعا سويتش. هندخل دلوقتي في نقطه في غايه الاهميه، ان انا عايز اتعامل مع الكاباستور از ا سيركت اليمنت. لو انت عندك سيركت فيها عدد كبير من الكاباستورز، عايز اشيلهم كلهم واحط مكانهم واحد بس، الواحد ده بنسميه الايكوفالنت كاباستنس. فعايز اجيب الايكوفالنت كاباستنس، وليه بنسميه ايكوفالنت مش توتال كاباستنس؟ ده اللي هنعرفه كمان شويه. طيب انا عندي نوعين من التوصيل، توصيل بنسميه بارلل كونكشن وتوصيل بنسميه سيريز كونكشن. ايه الفرق بين البارلل كونكشن وبين السيريز كونكشن؟ البارل كونكشن بيبقى تو كاباستورز او تو اليمنتس عموما، ممكن بارلل، ممكن تبقى مع الريزيستنس مع الكويل مع الكاباستور، دي طريقه توصيل. فالبارل كونكشن بيبقى تو ديفايسز هاف ذا سيم تيرمينالز او عليهم نفس البوتنشال ديفرنس. يبقى لو انا عايز اوصل الكاباستورز مع بعض بارلل، سيبك من الكلام كان بيتقال لك فوق بعض والكلام او تحت بعض والكلام الفارغ ده، لا ما ممكن يبقى كده. ده الطرفين بتوع الكاباستور الاولاني، وده الطرفين بتاع الكاباستور التاني. لو انا وصلت كل طرف بالتاني اهو، وصلت الطرف ده بالطرف ده، وصلت الطرف ده بالطرف ده، هو ده التوصيل اللي هي البارل كونكشن. فبارل كونكشن ليهم نفس الاطراف سيم تيرمينالز اهو، او زي في الرسمه اللي عندك اهو، الطرف ده هو نفسه والطرف ده هو نفسه. بيمتاز الايه البارل كونكشن ان الفولت اللي على سي 1 نفس الفولت على سي 2. ليه؟ لكن لو انت وصلت باتري، والباتري يعني 12 فولت، يعني مثلا توصل البطاريه قيمتها 12 فولت، معناه ان النقطه دي الفولت بتاعها اكبر من النقطه دي 12 فولت. فيعني النقطه دي هي نفسها البوينت دي، هي نفسها البوينت دي، والنقطه اللي تحت هي نفسها دي، هي نفسها دي. ففي البارل كونكشن دلتا V1 equal دلتا V2 equal فولت الايه البطارية او دلتا V supply. اوكي يبقى parallel connection same potential difference و same terminals. طيب انت لو عندك two capacitors are connected in parallel، عايز تشيلهم وتحط مكانهم واحد بس، ده اللي احنا بنسميه equivalent، اللي هو ده قيمته بكام، الفاليو بتاعته بكام، ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي. لو انا موصل باتري، الكرنت بيبقى خارج من البوزيتيف بول، كرنت اي بيبقى خارج من البوزيتيف بول، هيجي عند البوينت دي ويحصل له سبليتنج. يعني ايه سبليتنج؟ هيتقسم، زي مثلا اللي طالع لفوق اسمه اي 1 واللي داخل على سي 2 اسمه اي 2. محدش قال اي 1 ايكوال اي 2، ولكن لا لا اقدر اقوله ان الصم طا اي 1 بلس اي 2 شود بي ايكوال اي توتال كرنت. يعني مثلا لو اي ده ب 5 امبير، ممكن يبقى اي 1 ب 3 واي 2 ب 2، او اي 1 ب 4 واي 2 ب 1، حسب الفاليوز بتاعت سي 1 وسي 2.
ولكن الصم بتاعهم شود بي ايكوال اي. اللي بيشحن الكاباستور هو الكرنت، ما هو الكرنت يعني تشارج على تايم، فاللي بيشحن الكاباستور هو الكرنت. عشان كده بما ان الكرنت اختلف، الكرنت اللي داخل على سي 1 مختلف عن الكرنت اللي داخل على سي 2، ذيرفور ان التشارج اللي على سي 1 او التشارج اللي ستورد جوه سي 1 مختلف عن التشارج ستورد جوه سي 2، فعشان كده بيقول ده كيو 1 وده كيو 2. طيب انت عايز تشيل الاثنين دول وتحط مكانهم واحد بس، احنا بنسميه سي ايكويفالنت. طب اللي شحن سي ايكويفالنت هو اي 1 ولا اي 2 ولا الصم بتاعهم؟ اللي شحن سي ايكويفالنت هو الكرنت الخارج من البطاري، ذيرفور ان كيو ايكويفالنت او التشارج اللي على ايكويفالنت كاباسيتانس ما هي الا الصم بتاع كيو 1 بلس كيو 2، يبقى كيو ايكويفالنت او هنا ممكن نسميها كيو توتال. بالنسبه للتشارج ممكن نسميها كيو توتال لان هو الجمع الجبري بتاع كيو 1 بلس كيو 2، اما بالنسبه للكاباسيتانس هو مش الجمع الجبري. هنا تطلع بالصدفه الجمع الجبري، اما في السيريز مش تطلع الجمع الجبري، فعشان كده مش هنسميها توتال، هنسميها ايكويفالنت. يبقى كيو توتال هي كيو 1 بلس كيو 2. طب ممكن اشيل كيو توتال او كيو ايكويفالنت واحط مكانها ايه؟ سي ايكويفالنت تايمز دلتا في، هي مش التشارج، سي تايمز دلتا في. يبقى نشيل كيو توتال ونحط مكانها ايه؟ سي ايكويفالنت في دلتا في او فولت سبلاي يعني ايكوال. هشيل كي 1، ما هي كي 1 دي اللي هي مين؟ هي سي 1 تايمز برضه دلتا في. مش احنا قلنا الفولت اللي على سي 1 هو نفس الفولت اللي على سي 2 هو نفس الفولت اللي على سي ايكويفالنت؟ يبقى سي 1 تايمز دلتا في بلس سي 2 تايمز دلتا في، وبالتالي ممكن تشطب دلتا في من كل السايز تطلع سي ايكويفالنت هي سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3. واحد يقول لي ما هي طلعت سي ايكويفالنت هو الجمع الجبري، طب هنسميها توتال. هنا في البار كونكشن طلعت الجمع الجبري، اما في السيز كونكشن مش تطلع الجمع الجبري. احنا ليه اساسا سميناه ايكويفالنت مكافئ؟ عايز اوضح النقطه دي، النقطه دي فعلا بتهمني. بصوا يا استاذ معايا، طيب لو انت عندك بطاريتين نفس الفاليو 10 فولت، بطاريه ثانيه 10 فولت، والاثنين وصلتهم ب 2 ديفرنت ريزيستنس، سي مثلا الريزيستنس دي 1 اوم والريزيستنس دي 2 اومز. الكرنت اللي خرج من البطاري هو مين اللي بيجبر الكرنت يخرج من البطاريه؟ الريزيستنس او الحاجه الباسيف اليمنت، هو ده اللي بنسميه الباسيف اليمنت، الحاجه اللي بتكونسيوم الباور. الكرنت اللي خارج من 10 فولت بكام؟ حد يعرف؟ 10 امبير. والكرنت اللي خارج من البطاريه متوصله ب 2 اوم كام؟ 5 امبير. بغض النظر الارقام دي جت منين، انا بس حبيت اوضح لك ان كل نفس البطاريه ما اتغيرتش، اما الكرنت اتغير اكوردنج لايه؟ للباسيف اليمنت اللي انت موصله. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ انا دلوقتي لما وصلت التو كاباسيتورز سحبوا سيرتن كرنت من البطاريه، انا شلت الاثنين دول وحطيت مكانه واحد بس، انا عايزه يسحب نفس الكرنت. انتوا خدتوا بالكم احنا قلنا الكرنت ذا سيم، اي ده هو اي ده، ذيرفور ان سي ايكوفالنت او سي دي اللي هي سي ايكوفالنت هي ايكوفالنت في البرفورمانس بتاع سي 1 وسي 2. انت شلت الاثنين دول وحطيت مكانه واحد بس، بحيث ان الكرنت اللي خارج من البطاريه doesn't change، فعشان كده بيقول هو ايكوفالنت، هو مكافئ بدليل انه سحب نفس قيمه الكرنت. من هنا جه مسمى ايكوفالنت مش توتال، ايكوفالنت يعني مكافئ، ادى نفس او اخذ نفس الكرنت من البطاريه، هو ده سبب تسميه ايكويفالنت. طيب النوع الثاني من التوصيل سيريز كونكشن. يعني ايه سيريز كونكشن؟ ازاي بوصل تو اليمنتس سيريز؟ بوصلهم ويبقى مشتركين في نقطه واحده بس، بوصل طرف بطرف بس. زي مثلا ده الكاباستور الاولاني ده سي 1 وده الكاباستور الثاني. طبعا زمان كنا بنعمل الكلام ده في اللاب ونعلم الطلبه فعلا ازاي بيوصل سيريز وبارلل، دي نقطه في غايه الاهميه. في ناس شاطره جدا في النظري، تيجي في ارض الواقع ما تعرفش توصل حاجه خالص.
فسيريز كونكشن ان انا اوصلهم مع بعض، اوصل طرف بطرف بس، والطرف التاني مثلا عايز تسيبه كده، هو ده التوصيل السيريز، ان وصلتهم مع بعض مشتركين في نقطه واحده بس، هو ده التوصيل السيريز. زي دي بالظبط اهو، سي 1 وسي 2 متوصلين بايه؟ في نقطه واحده بس. الطرف التاني مثلا من سي 1 توصل بالبوزيتيف بول، والطرف التاني من سي 2 توصل بالنيجاتيف بول، عشان بس نقفل الدايره. لو حبيت اوصل بطاريه اقفل الدايره يعني، كده قفلت الدايره يعني. طيب انا عايز اشيل الاثنين دول واحط مكانهم واحد بس اللي هو سي كوفرنت بكام؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي. دلوقتي الكارنت اللي خارج من البطاريه اي، هل هيحصل له سبليتنج؟ هل الكارنت اللي دخل سي 1 او اللي شحن سي 1 مختلف عن الكارنت اللي شحن سي 2؟ لا، ما حصلوش سبليتنج، نفس الكارنت، الكارنت بيمشي في كلوزد لوب. وبالتالي اي 1 سيريز كونكشن مينز ان اي 1 ايكوال اي 2 ايكوال الكارنت اللي خارج من السبلاي. معنى الكارنت ذا سيم يعني التشارج ذا سيم. هتقول لا ثواني، ده كده اتلخبطنا، انت من شويه قلت لنا كل ما الكاباستنس بتزيد كل ما يشيل التشارج اكتر. ده كلام صحيح، ولكن حتى لو سي 2 اكبر من سي 1، سي مثلا سي 1 1 مايكرو وسي 2 100 مايكرو، اكبر منه 100 مره، ولكن عشان مشي فيهم نفس الكرنت بتبقى التشارج اللي على سي 1 قد التشارج اللي على سي 2، مع ان سي 2 اكبر من سي 1 100 مره. فالطبيعي المفروض ان سي 2 يشيل التشارج اكتر من سي 1 100 مره، بس بيبان نفس الكرنت سيم كرنت اللي دخل في سي 1 هو نفسه اللي دخل في سي 2، وبالتالي التشارج اللي على سي 1 او التشارج اللي ستورد جوه سي 1 هي نفس التشارج ستورد جوه سي 2. ليه؟ لان اللي بيشحن الكرنت، اللي بيشحن الكاباستور هو الكرنت. فبما ان اي 1 ايكوال اي 2 ايكوال اي، يبقى كي 1 ايكوال كي 2 ايكوال كيو بتاعت السي كوفرنت. طيب بس هل الفولت ذا سيم؟ طبعا لا، يعني دلتا في 1 هي كيو على سي 1، ودلتا في 2 هي كيو على سي 2. بما ان سي 1 لا يساوي سي 2، وبالتالي دلتا في 1 لا يساوي دلتا في 2. ولكن ايه علاقه دلتا في 1 بدلتا في 2 بالفولت بتاع السبلاي؟ يا باشمهندسين، ايه علاقه دلتا في 1 بدلتا في 2 بالفولت بتاع السبلاي؟ البلس بتاعهم ايكوال للدلتا. طب يعني لو دلتا في ده ب 12 فولت مثلا، يبقى لو دلتا في 1 ب 5 دلتا في 2 ب 7، لو دلتا في 1 ب 6 بدلتا في 2 ب 6، لو دلتا في 1 ب 11 بدلتا في 2 ب 1، الباقي يروح فين؟ يبقى دلتا في بتاع السبلاي ايكوال دلتا في 1 بلس دلتا في 2، طبعا بلس لو في اكتر من 2 يعني. طيب ممكن اشيل دلتا في واحط مكانها، هي دلتا في بكام؟ دلتا في ده هيبقى ما ده برضه على كيو، هتبقى كيو على سي كوفلنت، يبقى اشيل دلتا في واحط مكانها كيو اوفر سي كوفلنت، ودلتا في 1 هتبقى كيو اوفر سي 1، كيو اوفر سي 1، ودلتا في 2 هتبقى كيو اوفر سي 2. اشطب كيو مع الكيو مع الكيو يطلع لك قانون السيز اهم، ما طلعش الالجبريك سم، طلع 1 اوفر سي كوفلنت ايكوال 1 اوفر سي 1 بلس 1 اوفر سي 2. واضح كام يا جماعه؟ واضح يا دكتور. اوكي طيب في سبيشال كيس للقانون ده. طبعا الناس اللي اخذوا الريزيستنس تقريبا، انا ما اعرفش انتوا خدتوا حتى يمكن اخذتوا الكاباستنس كمان في الايه، في الثانويه العامه، لو حد ثانويه عامه الكلام ده اتاخد ثانويه عامه قبل كده. يا دكتور. طب ما قلتوش ليه كنا عديناه؟ يعني احنا محتاجين تايم، احنا بنحاول هاو تو سيف تايم، فلو انتوا اي حاجه عارفينها قولوا لي اعملها سكيب. طيب كسبيشال كيس لو انت عندك اتنين بالعدد، فبعمل سيم سيم دينومينيتور، هيبقى اللي فوق سي 1 بلس سي 2 وتحت سي 1 تايم سي 2، بعد كده اقلبهم يبقى سي كوفلنت ايكوال البرودكت على الصم سي 1 سي 2 على سي 1 بلس سي 2. ده اللي هما اتنين بالعدد، لو تلاتة ما ينفعش اقول سي 1 سي 2 سي 3 على سي 1 بلس، طبعا كلام ده هبل. الجنرال هو ده، واحد على سي كوفلنت ايكوال 1 اوفر سي 1 بلس 1 اوفر سي 2 بلس بلس بلس، وانت ماشي. لو هما كلهم ايكوال، ان سي 1 ايكوال سي 2 ايكوال سي 3
equal cn equal c يعني عددهم n كلهم قد بعض 5 5 5 5 5 5 ف c equivalent بكل بساطة هتبقى واحدة في واحدة على عددهم. فمعنى كده انك كده كل ما بتوصل لو انت عايز تقلل الكاباستنس توصلهم سيريز لان الاكوفالنت اقل من اصغر واحده فيهم، ولو عايز تزود الكاباستنس اوصلهم بارلل لان الاكوفالنت اكبر من اكبر واحده فيهم. تاني جمله دي في السيريز الاكوفالنت كاباستنس اصغر من اصغر واحده فيهم بلغه الارقام. لو سي 1 ب 6 وسي 2 ب 3 سي كوفالنت بكام؟ حد يعرف؟ 2 ب 2 يبقى الكوفالنت اصغر من اصغر واحده فيهم. طب لو وصلتهم بارلل يبقوا كام؟ 9 ليه؟ اكبر من اكبر واحده فيهم. فانت كراجل انجينير بتعمل ديزاين انت مثلا عايز تزود في السوق مثلا مفيش كاباستنس كبيره مثلا عايز تعمل كاباستنس مثلا 5 ملي فراد مثلا وانت اكبر حاجه عندها في السوق مثلا 2 ملي فراد فايه بتعمل كومباينيشن كده بحيث توصلهم من 5 او 6 بتوصلهم بارلل. او عايز تعمل عندك عايز كاباستنس صغيره وانت كل الافيلابل معاك بالملي وانت عايز تطلع حاجه بالمايكرو او نص ملي وات ايفر. فانت عشان تقلل الكاباستنس بتوصلهم سيريز وعشان تكبر الكاباستنس بتوصلهم بارلل كونكشن. اوكي طيب ناخد اكزامبل. على سبيل المثال عندك تو تيرمينز A and B في بينهم 8 كاباستورز. طب متوصل 8 كاباستورز عايز اشيل الثمانية دول وحط مكانهم واحد بس هو ده اللي بنسميه الكوفرنت. طبعا السؤال الشيء هي فين البطارية ولازم احط لك بطارية؟ اذا انا بقول لك هات لي الكوفرنت كاباستورز بتوين A and B ده معناه ان في بطارية بتوين A and B او انت مش لازم ارسم لك البطارية. عايز انت ترسم بطارية براحتك مش عايز خلاص. طيب المسائل من النوعيه دي سهله جدا ولكن فيها عيب خطير اللي هو ايه؟ انك انت لو بدات غلط خلاص المسائل ضاعت منك. يعني ايه بدات غلط؟ يعني هل في علاقه بين الاربعه مايكرو فراد وبين الثلاثه مايكرو فراد؟ هل في علاقه بينهم؟ هل هما سيز او بارلل؟ بالظبط. واحد يقول لي هو في حاجه غير السيز والبارلل؟ اه في حاجه اسمها ستار، في حاجه اسمها دلتا، حاجات ما خدناهاش. احنا ما خدناش كل حاجه. لما تيجي تاخد كورس سيركتس متخصص هتعرف الستار والدلتا. فالمهم الاربعه والثلاثه دول لو هما سيريز ولا هما بارل. طب واحد يقول لي وانت عرفت منين؟ عشان نختبر هل هما سيريز بفترض وجود كرنت. بس تعال نمسح الكلام ده او اسال نفس السؤال. لو في كرنت ماشي في الاربعه هو هتقول لي هو مش بطاريه. انت افرض يعني بالبنسل كده لو في كرنت ماشي في الاربعه هو نفسه اللي يمشي في الثلاثه؟ لا، ده يجي عند النقطه دي يحصل له ايه؟ splitting. once ان الكرنت حصل له splitting يبقى الاربعه والثلاثه مش سيريز. طب هل معنى ان الكرنت حصل له splitting يبقى ده parallel؟ طبعا لا. يبقى نطلع الحاجات الغلط دي. معنى ان الكرنت حصل له splitting يبقى هما مش سيريز بس مش شرط يكونوا parallel. طب اعرف منين هما parallel؟ same terminals. هل الاربعه والثلاثه ليهم نفس الterminals؟ هما مشتركين في نقطه اهي النقطه دي كومن بين الاربعه والثلاثه. بس هل الطرف الثاني من الاربعه هو نفسه الطرف الثاني بتاع ثلاثة؟ طبعا لا. يبقى الأربعة ثلاثة دول لا هم سيز ولا هم بارلل. فاللي مثلا بدأ الحل وافترض انهم سيريز او افترض انهم بارلل واشتغل على كده خلاص المسألة كلها زيرو. هي ده عيب المسائل دي انك انت لو بدأت غلط المسألة كلها غلط. طيب حد يعرف طيب لازم المسائل دي بعملها ريدكشن ستيب باي ستيب وابقى متأكد مليون في المية من اللي انا بعمله. انت متأكد من ايه مليون في المية؟ لا ده انا متاكد ان الواحد والثلاثه دول مالهم بارلل. فيري جود. الواحد والثلاثه دول شور انهم بارلل. ليه؟ اهم كومون تيرمينالز اهم ليهم نفس التيرمينالز مش معنى انهم فوق بعض كلام بتاع ثانويه عامه. طيب والسته والاثنين برضه انا متاكد ان هم بارلل بس ما فكرش بقى فيما بعد كده خلاص. يبقى انا متاكد ان 6 و2 دول بارلل ومتاكد ان 1 و3 دول بارلل خلاص. ارسم رسمه جديده مش كده بنعمل ريدكشن ستيب باي ستيب. هرسم رسمه جديده. ايه الرسمه الجديده؟ الاربعه رسمتها زي ما هي، ال1 و3 احط مكانهم واحد بس، وال6 و2 هرسم مكانهم كاباستور واحد بس، وال8 اترسمت زي ما هي.
بعد كده نحط الفاليوز في البارل الجبريك سم، يبقى الواحد 1 بلس 3 4 و 6 بلس 2 بكام؟ ب 8. كده رسمت الايه؟ الرسمه الثانيه فيجر بي. بعد كده سؤال، هل الاربعه دول سيريز؟ هل الفور كاباسيتورز دول ار كونكتد ان سيريز؟ لا برضه. لا عرفتوا ازاي؟ اه هنا بنقول لو في باتري عايز توصل بطاريه وصل، لو في باتري بين A وB الكرنت ابو خارج من البوست بول هيجي عند البوينتس دي يحصل له ايه؟ سبليتنج. يبقى الكرنت اللي ماشي فوق غير الكرنت اللي ماشي تحت، يبقى على طول دول مش سيريز. وانس ان الكرنت اتجزا يبقى مش سيريز، ولكن الكرنت اللي ماشي فوق مش هو نفسه اللي ماشي في الاربعه، هو نفسه ماشي في الاربعه اللي جنبها، والكرنت اللي ماشي تحت مش هو نفسه اللي ماشي في الايت، هو نفسه اللي ماشي في الايت. يعني النقطه دي مش سبليتنج بوينت، والبوينت دي مش سبليتنج بوينت، ذيرفور ان الاربعه والاربعه دول سيريز، اشيلهم واحط مكانهم واحد بس، والثمانيه والثمانيه دول الثمانيه والثمانيه دول سيريز، هشيلهم واحط مكانهم واحد بس. نيجي بقى للقيمه، لو هم قد بعض 4 و4 يعني واحد على عددهم 4 over 2 ب 2 و 8 over 2 بكام؟ ب 4. وصلنا لفيجر سي. فيجر سي طبعا واضحه زي الشمس ان الاثنين والاربعه بارلل، هشيلهم واحط مكانهم واحد بس اللي هو 6 مايكرو فرد. يبقى المسائل من النوعيه دي بنعملها ريدكشن ستيب باي ستيب على مهلك خالص. وقت الامتحان انتوا عارفين الامتحان بتاعنا بيبقى قصير جدا جدا، ما بياخدش وقت، ممكن يتحل في نص ساعه وانت عندك وقت ساعتين، عارفين طبعا الكلام ده ومجربينه. فالكويفن بتاعنا بيبقى 6 مايكرو فرد. طيب لو انا طلبت منك طلب تاني، لو انا قلت لك لو انا وصلت بين A و B بطاريه 10 فولت هات لي التشارج ستورد ان ايتش كاباستور. عايز اعرف التشارج اللي في الاربعه واللي في الواحد واللي في الثلاثه واللي في سته واللي في اثنين واللي في الثمانيه، عاملها ازاي دي؟ حد عنده فكره عاملها ازاي؟ هنمشي بالعكس. فيري جود، واحد مذاكر كويس اهو، واد شاطر اهو. واضح برضو ان الكلام ده اتاخد في ثانويه عامه، يعني واضح ان انا بضيع وقتي ووقتكم. هنمشي بالعكس، من اخر فيجر اللي هو فيجر دي هوصل البطاريه بفيجر دي، البطاريه ايه اللي هي 10 فولت، ومحاسب الشارج اللي في 6 مايكرو فارد. ما تنساش الماجيك ترانجل اهو نرسمه عشان اكيد لسه ما حفظتوش. كيو ايكوال سي تايمز دلتا في، يبقى التشارج على 6 مايكرو فارد كام؟ هتبقى 60 مايكرو كولوم. طيب بعد كده هترانسفير من فيجر دي لفيجر سي. طيب ما البطارية اهي بين A و B اهي اللي هي 10 فولت. طيب التشارج اللي على الاثنين بلس التشارج اللي على الاربعة لازم يكون مجموعهم 60 مايكرو كولوم، لان احنا قلنا Q1 بلس Q2 يكوال Q توتال. طب ما التشارج يكوال C دلتا V، ما الفولت اللي على الاثنين هو 10، يبقى التشارج اللي على الاثنين كام؟ 20 مايكرو كولوم، والتشارج اللي على الاربعة 40 مايكرو كولوم. تشيك 20 بلس 40 تطلع 60 مايكرو كولوم. طب فيجر بي، انت عرفت التشارج اللي على الاثنين، طب الاثنين دي اصلها مين؟ 4 و4 سيريز. طب ما احنا قلنا في السيريز كونكشن Q1 ايكوال Q2 ايكوال Q كوفرنت، معنى كده التشارج اللي على الاربعة قد التشارج اللي على الاربعة قد التشارج اللي على الاثنين، يبقى الاربعة دي عليها 20 مايكرو كولوم والاربعة اللي جنبها 20 مايكرو كولوم، يبقى انت عرفت الاربعة دي عليها 20 مايكرو كولوم. طيب سيب ستوري في الايت، يبقى الايت والايت كل واحدة كل واحدة عليها 40 مايكرو كولوم، يبقى دي 40 ودي 40، يبقى انت عرفت الايت دي عليها 40 مايكرو كولوم. طيب نيجي بقى الأربعة اللي عليها سيركل دي، الأربعة اللي عليها سيركل كان أصلها واحد وثلاثة بارلل، معنى كده اللي تشارج على الواحد بلس اللي تشارج على الثلاثة شود بي إيكوال 20 مايكرو كولوم. أنت عشان تعرف اللي تشارج يو نيد الفولت، أنا لو عرفت الفولت اللي على الواحد اللي هو نفسه الفولت اللي على الثلاثة أقدر أجيب اللي تشارج. أجيب الفولت إزاي؟ طب ما هو الفولت اللي على الواحد هو نفسه الفولت اللي على الثلاثة هو نفسه الفولت اللي على الأربعة، مش ده بارلل كونكشن؟ تقدر تجيب الفولت اللي على الأربعة؟ طبعا انت عندك السي وعندك التشارج،
تقدر تجيب الفولت. يعني لو سميت الفولت ده دلتا في اكس، الفولت اللي هو كام؟ كيو على سي، كيو بعشرين وسي باربعة تطلع كام؟ 5 فولت. يبقى الفولت اللي على 4 مايكرو فاراد هو 5 فولت، اللي هو نفس الفولت اللي على 1 مايكرو فاراد، اللي هو نفس الفولت اللي على 3 مايكرو فاراد. وانس انك عرفت الفولت، يبقى 5 في 1 ب 5 مايكرو كولوم، و5 في 3 ب 15 مايكرو كولوم. قدرت تشيك 5 بلس 15، دايما تخليها دي تشيك 5 بلس 15 ايكوال 20. واحد يقول لي طب انا ممكن اجيبها في سوت ريشيو، ما هي مش دايما هتظبط معاك الارقام، هنا ظابطه معاك، ممكن بعد كده في ديسمال على فكره، يعني عشان هي ارقام متظبطه فممكن تجيبها في سوت ريشيو، ان ده 3 اضعاف ده، يبقى لو ده 20 يبقى ده 3 ارباع 20 15 وربع 20 5. مش دايما هتظبط معاك الارقام. زي ما عملت فوق هعمل تحت، ال8 اصلات 6 و2، يبقى الفولت اللي على 6 هو نفس الفولت اللي على 2 هو نفس الفولت اللي على 8. هسمي الفولت اللي على 8 دلتا في واي، دلتا في واي اجيبه ازاي؟ كيو اللي هي 40 على 8 برضو 5 فولت. خلاص يبقى الفولت اللي على 8 هو نفس الفولت اللي على 6 هو نفس الفولت اللي على 2 اللي هو 5 فولت. عرفت الفولت، اضرب 5 في 6 ب 30، 5 في 2 ب 10، تشيك 30 بلس 10 تطلع 40 مايكرو كولوم. واضح الكلام ده يا جماعه؟ في اي مشكله فيه؟ سهله صح؟ لا تمام دول. اوكي طيب، ده اكزامبل متاخد مش فاكر من الميد تيرم او الفاينل، يعني دي مساله ميد تيرم جايبها من امتحانات بس مش فاكر ميد تيرم ولا فاينل. هي سهل قايل لك ان سي 1 ايكوال سي 2 ايكوال قد بعض، من الاخر سي 1 ايكوال سي 2 ايكوال سي 3 ايكوال سي، والريكوايرد الكوفرنت كاباستنس. انا شايف طبعا ما فيهاش مشكله، انا بس حبيت اجيب لكم مساله من امتحانات يعني عشان تعرفوا بس امتحاناتنا سهله. ان سي 2 وسي 3 بينهم بارلل، يبقى الكوفر بتاعهم 2 سي، مو سي وسي يعني 2 سي. بعد كده ارسم رسمه ثانيه سي 3 سي 1 اللي هو سي، والناحيه دي هتبقى 2 سي، دول سيريز، يبقى البرودكت على الصم وتطلع الانصر 2 على 3 سي. دي مساله امتحانات صدقوني جابها من الامتحانات. هو بعد كده طلب ثاني، يعني هي نفس المساله اهو، طلب لو انا وصلت بطاريه 4 فولت هات لي التشارج على 3 مايكرو فراد. قال لك ان سي ايكوال 3 مايكرو فراد، عايز التشارج على مين؟ سوري، ان ذا ديترماين ذا تشارج اون ايه، عايز التشارج على كل الكاباستور يعني. فاتعلمنا الطريقه مش عايدها، لسه عاملينها من شويه. دي كويز عندك سي 1 وسي 2 وسي 3، هسيبكم دقيقتين بالظبط، لا دقيقتين كتير، دقيقه واحده، ومين فكروا تقول لي الانسر كام، A ولا B ولا C ولا D، لمده دقيقه واحده بس. ايه يا دكتور؟ تبقى 12 مايكرو فاراد يعني. 12 مايكرو فاراد يا دكتور.
12 يا دكتور. ايوه كم واحد في الاجابه؟ 12. مين كان مين في اجابه تانية؟ حد طلعها غير 12؟ لا 12 يا دكتور. طب 12 ليه؟ يبقى هشيلهم وحط مكانهم واحد بس. C1 و C2 6 و 12 تدي كام؟ 6 و 12 تدي كام؟ 4. 4 يبقى عندك وكده كده C3 ب 4 يبقى بالشكل ده. يبقى في الاخر الثلاثة دول السلايد راحت تقريبا. ايه اللي خلاها تروح؟ السلايد قفل. السلايد راح. في واحد عمل لي نفس الايدين اساسا. في بيترد ويشيء وينزل ايدينا. يعني هو يعني هو شغال ملاكي المحاضره بينزل ايدينا. اه عمالين يخرجونا من الميتنج. انا اربع مرات اخرج. هو ليه كده؟ في واحد عمال يخش ويخرجنا اصلا يا دكتور مش عارف. يعني الريستريكشن على الميت عمال يعمل لنا ميوت كمان. ده ايه انا ده؟ انت طالب عين شمس؟ طيب انا طبعا لغيت البريزنت. انا بس هبقى انا لوحدي بس. فين الكوردينيت بتاعكم؟ ارفع ايده بس. فارس في الكليه يا دكتور. فارس في الكليه. وانت اساسا بتتكلم ازاي؟ اه بس ما عملتش ميوت. قول. طب انا خلاص عملت بريزنت نفسي انا. فالمفروض ان ما فيش حد هيقدر يلعب في الاوبشن. المفروض اعتقد ذلك. يعني انا مش قوي في تيمز بس انا الحركات دي يعني انتوا اكبر من كده بكتير. يعني انا مش يعني بدي في الام اس اي. الام اس اي ما يعملوش كده اساسا. طيب نرجع تاني سلايد. ظهرت سلايدز تمام يا دكتور. طيب وكمان قفل قفل الريكوردينج ولا ما قفلوش؟ لا مفتوح. طيب بعد ذكر كمان يعني اعتقد مش عارف. انا مستغرب يعني عمري ما طالب عين شمس وصل للمستوى ده خالص. فانا مش فاهم الحركات دي ايه معناها بصراحه. هل هي استخفاف بالانستراكتور؟ والله ما اعرف. طيب الانرجز احنا قلنا هنركز على اهم حاجه عندي في احد الابلكيشنز بتاعه الكاباستور انه ستورد الكتريكال انرجي. طيب قد ايه الطاقه؟ نفرق بين الانرجي والكاباستنس ونفرق بين الانرجي والتشارج. احنا كل اللي فات كنت بركز على التشارج اللي بيشيلها الكاباستور صح. طيب هو بيشيل طاقه قد ايه؟ طاقه كهربائيه بالجول. انا عايز اعرف الانرجي اللي جوه بتعتمد على ايه. يبقى كل اللي فات انا كنت فوكس على التشارج. طب انا دلوقتي فوكس على الانرجي. يبقى نفرق بين التشارج والانرجي. قد ايه كهرباء؟ كام جول متخزنين جوه الكاباستور؟ فبغض النظر عن الإثبات عشان برضو ما نضيعش فيه وقت أنا سايبه بس هو مش علينا. اللي عايز يبص عليه أنا بس بوصل للفاينل ريزولت إن الإنرجي بنرمز لها برمز U اللي هي الإنرجي ستورد جوه الكاباستور يا إما هاف كيو سكوير على سي. لو أنا شلت الكيو حطيت مكانها سي دلتا في تبقى هاف سي دلتا في سكوير أو هاف كيو دلتا في. يعني بالكومبينيشن استخدم الماجيك احفظ واحد بس واستخدم الماجيك ترانجل تعرف تجيب الثلاث صور. يبقى اليو هي اللي هي الانرجي اللي جوه الايه الالكتريكال انرجي اللي اتخزنت جوه الكاباستور بتعتمد على لو خدنا بس القانون اللي في النص بتعتمد على التشارج والفولت هاف كيو دلتا في او بتعتمد على هاف سي دلتا في سكوير وات ايفر. يعني هم الثلاثه حاجه واحده. طيب زي ما شفنا ان السي ده بيعتمد على الجيومتري. يعني السي بتاع البارابليت كاباستور مختلف عن السي بتاع السفيريكال كاباستور مختلف عن السي بتاع السندريكال كاباستور وهكذا. معنى كده ان اليو بيعتمد على الجيومتري. كل ما الكاباستور شكله يتغير كل ما قانون اليو هيتغير. بمعنى اخر
لو انا بتكلم على البارابليت كاباستور هعوض عن سي بتاعت البارابليت كاباستور اللي هي ابسلون نوت اي اوفر دي. لو انا بتكلم على سفيريكال كاباستور هعوض عن سي بتاعت السفيريكال كاباستور. لو انا بتكلم على السندريكال كاباستور هعوض عن قانون الكاباستنس بتاع السندريكال كاباستور وهكذا. لا انا عايز قانون للانرجي هو نفسه بتاع البارابليت هو نفسه بتاع السفيريكال هو نفسه بتاع السندريكال، بمعنى لا يعتمد على الجيومتري بتاعت الايه بتاعت الكاباستور. عاملها ازاي دي اختراع؟ في حاجه اسمها انرجي دينستي. عدى علينا كونسبت بتاع الدينستي وشرحتها كتير قوي. يعني ايه دينستي؟ دينستي ان انا بقسم على حاجه دايمنشن، سواء كانت سنتيمتر او سنتيمتر سكوير او سنتيمتر كيوب. سنتيمتر بنسميها لينير دينستي، سنتيمتر سكوير بنسميها سيرفيس دينستي، سنتيمتر كيوب ما بنقولش فوليوم دينستي فبنقول دينستي وخلاص. الكيوب سوري الكاباستور ده 3 دايمنشنز، حاجه فوليوم سواء كان سفيريكال كاباستور سواء كان سلندريكال كاباستور سواء كان بارل بليت كاباستور، ده حاجه بلوك. وبالتالي انا هنا بقسم على الفوليوم، فلو قسمت التوتال انرجي على التوتال فوليوم دي بنسميها الانرجي دينستي. الريزلت لو انت قسمت الطاقه المخزونه في الكاباستور على الفوليوم بتاع اسف الانرجي ستورد في البارل بليت كاباستور على الفوليوم بتاع البارل بليت كاباستور، الانرجي دي هي بيريوند فوليوم. طبعا انت بتحسب الانرجي بيريوند فوليوم لكل 1 متر كيوب او لكل 1 سنتيمتر كيوب، هي نفس الانرجي ستورد في السفيريكال كاباستور بيريوند فوليوم، هي نفس الانرجي ستورد في السلندريكال كاباستور بيريوند فوليوم. ده اللي هثبته لك حالا. هيطلع الرول بتاعي هاف ايبسون نوت اي سكوير، دي بدي سمول اي يعني يو كابيتال اللي هي التوتال انرجي، وسمول اي او يو اي اللي هي الانرجي ستورد للاسف اللي هي الانرجي دينستي. اي دي جايه من الكتريستي، يعني في الماجنتيزم هناخد يو بي برضو يعني. طيب لاثبات القانون ده احنا هنا ما خدناش غير نوع واحد بس اللي هو البارل بليت كاباستور، يبقى انا هثبته لكم للبارل بليت كاباستور. كنت بطلب من الطلبه كاساينمنت يعملوها لي للسفيريكال كاباستور والسلندريكال كاباستور وتثبت فعلا انها بتطلع هاف ايبسون نوت اي سكوير. يبقى الرول ده لا يعتمد على الجيومتري بتاعه الكاباستور. تعالوا نعملها للبارل بليت كاباستور. احد قوانين اليو هاف سي دلتا في سكوير، هعوض عن سي بتاعت البارابليت كاباستور وعوض عن دلتا في بتاعت البارابليت كاباستور. السي بتاعت البارابليت كاباستور ايبسون نوت اي اوفر دي، ودلتا في بتاعت السفيريكال كاباستور كان اي تايمز دي، استعملها سكويرينج. الدي هيروح مع السكوير يبقى كلها على بعض هاف ايبسون نوت E square times A في D. ما هو FD؟ لما اضرب الاريا بتاعت البليت في سمك في السم في السيبريشن between two plates، مش هو ده الفوليوم؟ هو ده كيوبويد. ما هو البار بليت كاباستور عبارة عن كيوبويد اهو. فلو ضربت الاريا بتاعت البليت في السيباريشن بين تو بليس ده يطلع لك الفوليوم. فلو قسمت التوتال يو على الفوليوم تطلع لك هاف ايبسون نوت اي سكوير. نفس الكلام كله بنعمله سفيريكال كاباستور، كنت بعوض عن السي بتاعت السفيريكال كاباستور وعوض عن دلتا في بتاعت السفيريكال كاباستور واقسم على الفوليوم بتاع السفيريكال كاباستور يطلع لك نفس القانون هاف ايبسون نوت اي سكوير. نفس الكلام بنعمله السلندريكال كاباستور، معنى كده ان هاف ايبسون نوت اي سكوير لا يعتمد على الجيومتري، او ان الانرجي ستورد بير يونت فوليوم فور اني شيب اوف ذا كاباستور ار اي او از ذا سيم. اوكي ده كلام جميل. تعال ناخد اكزامبل. اكزامبل ده في غايه الاهميه، في غايه الروعه، في غايه الجمال. بيجيبوا كتير جدا 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 في الامتحانات بصور مختلفة، يهمني جدا انك انت تفهمه مش تحفظه. فعشان كده هنحله مع بعض، هو اوريدي محلول عندك، فهنجيب وايت بورد ونحله مع بعض. بس نقرأ سريعا عشان بس نفتكر الارقام. انت عندك تو كاباستورز، واحد سي 1 تشارجت ب 120 فولت، مشحون ب 120 فولت او الفولت اللي عليه 120 فولت، وقيمته 8 مايكرو فاراد،
والتاني uncharged وبيساوي 4 مايكرو فاراد. ووصلتهم مع بعض. يبقى هنجيب دلوقتي وايت بورد ونشوف نحل السؤال ده ازاي، لان يهمني قوي انك تفهموه صح. يبقى دلوقتي انت عندك اهو ده سي 1 ده سي 2. سي 1 كان ب 8 مايكرو فاراد وسي 2 كان ب 4 مايكرو فاراد. سين هنا في سويتش وده اللي كان تشارجت وده ب 120 فولت، الفولت اللي عليه 120 فولت والتاني ان تشارجت. السؤال لما اقفل السويتش ايه اللي يحصل؟ لو انا قفلت السويتش ايه اللي يحصل؟ يا دكتور هتقعد الشحنه تروح من هنا لهنا وترجع؟ بوتنشال ديفرنس على الاثنين هيبقى ايكوال. فيري جود. يبقى هيبدا ال8 مايكرو فاراد يشحن ال4 مايكرو فاراد لغايه امتى؟ لغايه ما البوتنشال ديفرنس هو ده الكونديشن ان عمليه التشارجنج تقف زي ما اتكلمت في الشاحن بتاع الموبايل وهكذا، لغايه ما البوتنشال ديفرنس اللي على ال8 هو بقى هو نفسه البوتنشال ديفرنس اللي على ال4. نفس فكره البطاريه بتاعه العربيه لما بتنام بتوصلها بطاريه ثانيه بتوصلهم بارلل، فالبطاريه الثانيه بتشحن بطاريه عربيتك فبتدي عمليه التشارجنج. فده الوضع الانيشال او بيفور كلوزنج ذا سويتش. افتر كلوزنج ذا سويتش اند بنوصل للايكوليبريم ستيت، ايكوليبريم عمليه الشحن بتقف، هيبقى ده تشارجد ده الأربعة وده برضو تشارجد بس الفولت اللي عليها بقى اقل من 120 ده اللي هو الثمانية، والفولت اللي عليهم الاثنين ذا سيم اللي هو دلتا في فاينل. انا عايز اجيب دلتا في دلتا في فاينل ده ريكوايرد ده الوضع الفاينل. يبقى اجين اول ما بتقفل السويتش هتبدا الثمانية تشحن الأربعة، كل ما تشارج تخرج من الثمانية يعني الفولت بتاعها بيقل، وكل ما الأربعة بيكتسب تشارج كل ما الفولت بتاعه بيزيد لغايه مش التشارج ايكوال، يعني الثمانية طبعا هيشيل دبل الأربعة لغايه ما الفولت هو الايه الايكوال. انا بعلمك طريقه الحل ليه؟ لان قلت احنا غيرنا في افكار المساله دي كتير بس طريقه الحل واحده. طريقة الحل كالآتي، إن أنا بجيب التشارج في الانيشيال ستيت، بجيب التوتال تشارج اللي في C1 وفي C2 before closing the switch، فبقول Q initial بيساوي التشارج اللي على C1 اللي هي Q في دلتا V، يبقى 8 في 120 أعتقد 960 زائد التشارج اللي على C2 اللي هي 4 في 0 والفولت بصفر، يبقى التشارج بكام؟ بزيرو. طبعا بعلمك حل جنرال لان نفس المساله جبتها في احد الامتحانات، بدل ما قلت ان التشارج قلت مثلا الفولت ب 40 فولت، والسنه من السنين قلت الفولت ناقص 120 يعني واحد 120 والثاني ناقص 120، يبقى كان هيبقى في هنا اشاره ناقص لان باخد كل كيمات السكيلر باخد كل حاجه باشارتها. هو ده اللعب اللي احنا كنا بنلعبه في ايه في الامتحانات. طيب وبجيب بعد كده اجيب كيو فاينل اللي هي الفاينل تشارج اللي على C1 بلس C2، الفاينل تشارج اللي على C1 يبقى 8 في دلتا في فاينل وتاني 4 في دلتا في فاينل، يعني 4 في 8 4 زائد 8 كام؟ 12 دلتا في فاينل. سؤال كالآتي، ايه علاقة Q initial بQ final؟ equal for sure لأن التشارج is conserved، يبقى لو خرج 8 كولوم هيروح ناحية تانية، يبقى ده ينقص 8 وتاني يزيد 8، يبقى عدد التشارجز should be the same، يبقى هساوي Q initial بQ final لما تساوي 960 equal 12 دلتا في final طلع لك دلتا في final اعتقد ب 80 فولت. 80 فولت اوكي. يبقى again طريقة الحل بجيب ال Q في ال initial state اللي هي Q1 plus Q2 اللي هي مجموعة التشارج على C1 plus مجموعة التشارج على C2 بإشارتها، لأن يعني زي ما قلت سنة من السنين قلت التشارج الناحية التانية ده نيجاتيف ده بوزيتيف وبرضه ناقص 120 الفولت بناقص 120، يعني واحد اتشحن بزائد 120 والتاني اتشحن بناقص 120 عادي باخد التشارج
يبقى 960 نيجاتيف 4 في 120 ما اعرفش تطلع بكام وهكذا. سلام السنين قلت بدأ 120 قلت الثاني مثلا 40 او 80 يبقى هي دي يهمني بس تعرف طريقه الحل وبعد كده تعرف تقرا تعرف تحل اي مساله تانية. فهمت المساله دي؟ اه تمام يا دكتور. طيب الحمد لله. اوكي نرجع للسلايد. طيب طيب تعال نشوف الكويز ده. عندك كاباستور سي 1 قبل ما في السويتش كان التشارج عليه 4 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 8 بس هي النيجاتيف محذوفه فوق مش عارف ليه. بعد ما قفلت السويتش كونكتد بي سي 2 سي 3 التشارج اللي على سي 1 قلت من 4 الى 1 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 8 طبعا ريكوايرد التشارج على سي 2 وسي 3 برضه هسيبكم دقيقه تفكروا فيهم واللي يعرف بعد كده يجاوب. اوكي تعال نقي حد كده يجاوب معانا شوف انتوا مركزين ولا مش مركزين معايا. تعال نقي علي ابراهيم سعيد. علي ايوه حليتها علي؟ لا لسه بصراحه. طيب فكر فيها علي. باهر محمد باهر اين انت يا باهر؟ باهر محمد يا سامي ما حضرتك يا دكتور حلتيها يا انا لسه في بدايتها لسه في بدايتها عشان كده بتقول امتحان طويل. باسم شريف يا دكتور حلتها؟ لا لسه برضو هو انا ما شفتش السؤال هو السلايد شو مش شايف السؤال نفسه. السؤال اهو ظهر ده تمام. طيب حد يعرف يجاوبها عشان الوقت بس انا عايز اسمع صوت جديد. 3 يا دكتور ممتاز. كنت انت صوت جديد ولا صوت قديم؟ طيب انا عايز اعلم انا عايز اعلمكم يا جماعه موضوع الام سي كيو. في العاده بيبقى مثلا 5 اجابات في بينهم 3 غلط و2 ممكن ايه يعني 3% غلط و2 افكر فيهم. اولا سي 2 وسي 3 سيريز معنى انهم سيريز ان لازم التشارج على سي 2 قد التشارج على سي 3 يبقى اي اجابه فيها كيو 2 لا تساوي كيو 3 استبعدها يبقى من اول سي ودي واي ده 100% غلط. ليه؟ لان سي ودي واي هتلاقي كيو 2 مختلف عن كيو 3 يبقى اول حاجه اخد بالي منها ان سي 2 وسي 3 دول سيريز يبقى لازم التشارج على سي 2 قد التشارج على سي 3 خلاص يبقى هي الاجابه يا ايه يا بي استحاله تبقى سي او دي او اي. حاجه ثانيه بكل بساطه ممكن اجيب الكوفلنت بتاع سي 2 سي 3 اسميه سي 2 3 يعني ارسم رسمه ثانيه ده الكوفلنت بتاع اسميه سي 2 3 وده سي 1 ماشي واشتغل على بقت زي المساله اللي لسه حلينا من شويه. قبل ما اقفل السويتش كانت التشارج اللي جوه سي 1 4
بعد ما قفلت السويتش التشارج قلت من 4 الى 1، يبقى الثلاثة التانيين راحوا فين؟ واحنا بنقول التشارج از كونزرفد، يبقى الثلاثة فور شور كلهم راحوا فين؟ عند سي 2 3. يبقى التشارج على سي 2 3 هي 3 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 8. طيب سي 2 3 اصلها مين؟ اصلها سي 2 سي 3. طب مش في السيريز كونكشن بنقول ان كيو 1 ايكوال كيو 2 ايكوال كيو كوفرنت، which means اللي تشارج اللي على سي 2 قد اللي تشارج اللي على سي 3 قد اللي تشارج اللي على الاكويفالنت بتاعهم، وبالتالي كيو 2 ايكوال كيو 3 ايكوال 3 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 8. مثلا دي مسائل امتحانات على فكره، جايز تلاقيها في الشيت بس ما تفتكرش ان احنا بنجيب الشيت، احنا بنعمل ابديت للشيت، يعني يوم ما جبناها في الامتحان ما كانتش موجوده في الشيت. فاللي عايز اقول لك المسائل دي معمول حسابها اقل من دقيقه، يعني المفروض وانت بتحسب التايم فالمفروض المسألة ما تاخدش منك نص دقيقة، انت بقى بتاخد فيها خمس دقايق بعد كده تطلع امتحان وتقول امتحان طويل، دي قصتك انت مش قصتنا احنا. اوكي ندخل بقى في نقطة في غاية الأهمية برضو بتتكرر كل دي افكار امتحانات، يعني المفروض طيبة التوبكس انا خلصتها بعيدي بس الجزء لو انا اضفت دايركتك ماتيريال، بس انا بقول لكم افكار امتحانات، يعني برضو الجزء دي بنجيبها كتير قوي قوي في الامتحانات، اللي هي ايه؟ ان لو غيرت السيبريشن بتوين تو بليتس ايه اللي يحصل للتشارج وللكاباستنس وللفولت وللانرجي. طب انا عندي سؤال، وانت لما غيرت السيبريشن سواء زودته او نقصته كانت البطاريه كونكتد ولا ديسكونكتد؟ تفرق؟ تفرق، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. تصور يبقى لما بتغير السيبريشن بتوين تو بليتس اول سؤال تسال نفسك هي البطاريه موجوده ولا مش موجوده، تفرق تفرق. فتعالوا نجيب وايت بورد او سلايد فاضيه ونشرحها مع بعض عشان دي بتهمني جامد قوي قوي وبنجيبها كتير قوي في الامتحانات. اهو نقسم البورد نصين، ادي الكباستور اهو كان السيبريشن بينهم دي، زودته مثلا خليته الدبل، ده اكزامبل طبعا دبل دي، هرسم نفس الرسمه تاني كاباستور سيبريشن دي وزودته بقى الدبل دبل دي، مره يبقى كونكتد بباتري مره لا، يبقى خلي المره الثانيه دي هي اللي كانت بتوصل البطاريه، يعني هنا لما زودت السيبريشن كانت البطاريه كونكتد ما فصلتهاش. المره الاولى ان زودت السيبريشن في عدم وجود الباتري، والمره الثانيه زودت السيبريشن في وجود الايه الباتري. طيب في الحالتين ايه اللي هيحصل للكاباستنس؟ هتقلي النص. فيري جود، لان الكاباستنس انفرس عندي، يعني في الحالتين يبقى الكاباستنس لا تعتمد على البطاريه كونكتد ولا ديسكونكتد، سواء البطاريه متوصله مش متوصله سي فاينل، يعني بعد ما سي فاينل لقيمه الكاباستنس بعد ما وصلت بعد ما ايه مزودت السيبريشن نص سي انيشال، ان الكاباستنس قلت للنص اكتبها برده هنا سي فاينل ايكوال نص سي انيشال. يبقى سواء البطاريه كونكتد ولا ديسكونكتد مش فارقه معانا، ليه؟ لان الكاباستنس لا تعتمد على البطاريه ولا على الفولت ولا اي حاجه، تعتمد فقط على الجيومتري. طيب نيجي نرجع الحاله الاولانيه، الحاله الاولانيه ايه اللي يحصل للتشارج؟ انت لما زودت السيبريشن ايه اللي يحصل للتشارج؟ تزيد تقل ليه كونستنت؟ لان هو كده كده البليتس بتاعته تشارجت، فانا يعني بعت البليتس عن بعضها لكن التشارج اللي عليهم لسه ثابته، لان الدايره مفتوحه يا جماعه، عشان التشارج تتغير لازم تكون الدايره مقفوله، موصله بطاريه مثلا تشارج تزيد تشحن، موصله بريزيستنس يفضي، اما الدايره مفتوحه هيفضي فين؟ ايه اللي يخلي التشارج تطلع بالبليت؟ يعني انت لما بتزود السيبريشن ايه اللي يخلي التشارج تخرج من البليت والدايره مفتوحه؟ يبقى لو البطاريه مش موجوده يبقى كيو فاينل هي نفسها كيو انيشال. ليه؟ لان الدايره بكل بساطه الدايره مفتوحه، لازم الدايره تبقى مفتوحه عشان التشارج تتحرك، سواء موصلة بطارية موصلة بالريزيستنس، اما طول ما انت شحنت البطارية الموبايل وما وصلتهاش بالفون ايه اللي يخلي؟ طب اكشوالي هكذا حقيقة، وانت لو شحنت بطارية موبايل بشحن خارجي
وقعدت 3 4 ايام بعد كده وصلتها بالموبايل، هل هيقرا 100%؟ واحد يقول لي اه يس اور نو. ليه؟ تاني معلش السؤال يا دكتور، الصوت كان بيقطع. شحنت بطاريه موبايل بشاحن خارجي وسبتها بعد كده 3 4 ايام، فصلتها عن الشاحن وسبتها 3 4 ايام بعد كده وصلتها بالفون، هل لما يجي تشغل الفون هيقرا 100% ولا هيقرا اقل وليه؟ هيقرا اقل. ليه؟ عشان حصل ليك للتشارج نتيجه الريزيستنس اللي هي موجوده جوه التليفون. لا مش التليفون، البطاريه. اي بطاريه؟ ايوه اي بطاريه بيبقى ليها انترنال ريزيستنس، فحصل ايه؟ كونسيومد للباور. يبقى انا بس بتكلم على نظريا مفيش انترنال ريزيستنس، حاجه ادي الكيس. اما لو في انترنال ريزيستنس هيحصل ليكج للتشارج، بس انا هنا بتكلم نظري لو افترضت ان ايديال كيس مفيش انترنال ريزيستنس. طيب يبقى الكيو ما اتغيرتش، يبقى اللي يحصل للفولت دلتا في فاينل فيري جود، لان الدلتا في كيو على سي، الكيو ما اتغيرش، السي قلت للنص، يبقى الفولت يزيد الضعف، يبقى دبل دلتا في انيشال. وطبعا الكيو ما اتغيرتش، الفولت هو الدبل، ما تنساش احد قوانين اليو، هاف كيو دلتا في، فالكيو ما اتغيرتش، الفولت بقى الدبل، يبقى اليو تبقى الدبل. طيب نيجي بقى لو في بطاريه، ايه اللي يفرق بقى وجود البطاريه عن عدم وجود البطاريه؟ الفولتج ثابته بالقيمه بتاعت الفولتج بتاعت البطاريه. فيري جود، هما دول طلبه عين شمس. انت موصل البطاريه مثلا 10 فولتج، بعد ما زودت السبيشن ما البطاريه ما اتغيرتش 10 فولتج، يعني انت مثبت الفولت على طرفين الكاباستور 10 فولت، انت عامل فورسينج بسبب وجود الايه الباتري، فالفولت دازنت تشينج، يبقى دلتا في فاينل ايكوال دلتا في انيشال بسبب وجود البطاريه. طيب الفولت ما اتغيرش، يبقى اللي يحصل التشارج الكيو ايكوال سي دلتا في، السي قلت النص، الفولت ما اتغيرش، يبقى التشارج برضو هتقل للنص، يبقى كيو فاينل نص كيو انيشال. وزي ما اتفقنا الانرجي هاف كيو دلتا في، فالفولت ما اتغيرش، التشارج قلت للنص، يبقى اليو تقل برضو للنص. صعبة طبعا كلمة نص ودبل، ده دبن على اساس ان انا ايه زودت السبيشن دبل، ممكن في امتحان يقولك زودت واحد ونص او زودت تلات اضعاف اي رقم، يعني انت فهمت الفكرة، انا هنا بعلمك الفكرة، اكيد انا مش بكلم طلبة بتحفظ، انا بكلم طلبة بتفهم، فده جاست ايه اكزامبل يعني. وضحت يا جماعة؟ فهمت؟ اه يا دكتور. تمام يا دكتور. اوكي بنعدي اخر توبك عندنا في الكاباستور اللي احنا مأجلينه في الاخر، كل اللي فات كنت بتكلم على اير كاباستور وما عرفناش نجاوب ازاي قدرنا نوصل لكاباستس بالملي فراد. دلوقتي لو انا حطيت داي الكتريك ماتيريال، المقصود داي الكتريك ماتيريال انسوليتور، بسموه داي الكتريك، سواء كان بيبر سواء كان كاباستور، بيبر مايكا كيميكال ماتيريالز، فدي بنسميها داي الكتريك ماتيريال اللي هي نون كوندكتنج ماتيريال من الاخر يعني. دي اكسبيرمنت موجوده في البي يو اي، موجوده في الام اس اي، موجوده في اكتر من جامعه بصراحه. هي ليه مش موجوده في عين شمس؟ عشان هي اكسبيرمنت سهل قوي بصراحه، يعني تخلص في 3 4 دقائق، فهو ده السبب ان احنا ما جبناهاش، مش السبب تاني خالص، مش موضوع غاليه وغاليه بالعكس يعني ما فيهاش حاجه. يعني فكرتك الاتي، الطالب بيدخل بيبقى قدامه تو بليتس بارل لبعض بينهم هواء، بخلي الطالب يوصله باور سبلاي، عارفين الباور سبلاي طبعا البطاريه اللي هي موجوده في تجربه الار سي سيركت، من الاخر بشحن الكاباستور، بيقعد مده كده بعد ما يتشحن، الفولت تقريبا بيوصل لل 80 فولت او 70 فولت، بعد ما يشحن بقول له وصله بفولتميتر عشان اقيس الفولت، يبقى بوصل بعد ما شحن الكاباستور بخليه يوصله بفولتميتر، بيوصل الفولتميتر على طرفين الايه التوبليتس، قرايه الفولتميتر تعالى نسميها مثلا دلتا في نوت عشان ده هواء، والالكتريك فيلد اسميه اي نوت، يعني اي حاجه في الهواء اسميها
اديها suffix نوت. خلص هو طبعا ما بيقراش اي نوت، هو بيقرا الفولت بس، هو بيسجل قراءه الفولت. بعد كده بدي له 3 ماتيريالز، جرافين وبيبر وجلاس. جرافين هو كاربونين. هرسم رسمه تانية. اقول له حط الجلاس بين طرفين الايه البليتس، ان بتوين البليتس، بلوك كده من الجرافين او من الازاز وات ايفر اهو، انسرتد بتوين التو بليتس. اوكي، وسجل قرايه الفولت ميتر بس. عشان كده التجربه سهله جدا، كل مطلوب منك بتجيب مثلا بلوك من الازاز حطه بين التو بليتس وبيبر وجلاس، كل واحد وحدها، يعني حط مثلا الجلاس لوحده وتسجل قراية الفولتميتر، هتلاقي قراية الفولتميتر قلت عن قراية الفولتميتر الأولانية، يعني دلتا في أقل من دلتا في نوت. طبعا الفولت لما يقل اللي يحصل إلكتريك فيلد هيقل هو الآخر، يعني إي هيبقى أقل من إي نوت. يعني بلغة الأرقام لو دلتا في نوت ب 80 ممكن لما تحط الجلاس يبقى دلتا في ب 72 74 68 whatever، حاجة أقل من 80 خلاص، بتسجل بس القراية دي. بعد كده تشيل مثلا الجلاس وتحط الجرافين وتسجل القراية، هتلاقي برضو قلت بس مش بنفس الرقم، يعني مثلا لو الجلاس قرا 68 ممكن الجرافين يقرا 70 أو 71. وتشيل الجرافين وتحط الايه البيبر، هتلاقي برضو دايما لما بحط أي دايلكتريك ماتيريال قراية الفولتميتر بتقل، بس ما بتديش نفس الرقم، مفيش تو ديفرنت دايلكتريك ماتيريال يدوا نفس الرقم. معنى كلامي، خلاص همسح كل ده خلاص مش لازمه، ان الراشيو دلتا في نوت اوفر دلتا في، دلتا في نوت اللي هو الفولت بتوين تو بليتس في حاله الهواء، ودلتا في اللي هو الفولت بتوين تو بليتس في حاله في وجود الدايلكتريك ماتيريال، طبعا هي نفس الراشيو اي نوت لدلتا في، تنساش اي نوت في دي، اي نوت على اي. الراشيو دي لو انا سميتها كي، كده رقم أكبر من واحد ولا أقل من واحد؟ أكبر من واحد طبعا، أكبر من واحد، ده بيسميه دايلكتريك كونستانت. طبعا ملوش يونتس، لأن فولت على فولت أو نيوتن على كولوم على نيوتن على كولوم، فده يونتلس. كده كونستانت بيعتمد على الدايلكتريك على نوع الدايلكتريك، عشان كده بيسميه دايلكتريك كونستانت. وده كان المطلوب في الاكسبيرمنت، إنك تحسب الدايلكتريك كونستانت بتاع البيبر بتاع الجرافين وبتاع الجلاس، عشان كده ما فيهاش رسمه، عشان كده سهله جدا. هو ده السبب ان احنا ما جبناهاش دايلكتريك. معنا شايف ان ليها معنى فيزيائي في غايه الاهميه، دايلكتريك كونستانت. ده بيفكرنا بايه دايلكتريك كونستانت؟ حد شاطر كده الكي ده يفكرنا بايه؟ حاجه خدناها بكده بالكي الكون، هو كان 9 تايمز 10 باور 9 بريماتيفيتي خالص. تاني واحد اتكلم قال ايه ما سمعتوش؟ سبرينج كونستانت. لا لا، سبرينج كونستانت ايه علاقه ده بسبرينج كونستانت؟ حرام عليك. اه انا الكولومز كونستانت خالص يا جماعه. يعني بقول لك كي، فكره الكي ده بيفكركم بحاجه خدناها قبل كده. طب دي واحده بس، الباب بس بيخبط. بعتذر يا جماعة. أي حد افتكر الكده بيفكرنا بإيه؟ برمياتيفيتي. لا يا شمس، لا لا. ال N. Very good. الريفراكتيف إندكس، معامل انكسار.
وعمل انكسار كان هو الريشيو بين السبيد اوف لايت ان فاكيوم اوفر السبيد اوف لايت ان ميديوم، وكان دايما اكبر من واحد. امتى كان ايكوال 1؟ في حاله الاير بالظبط. اكزاكتلي فالكينه اللي هو الدايلكتريك كونستانت هو قيمه الفولت او الكتريك فيلد في الهواء على قيمه الفولت او الكتريك فيلد في الدايلكتريك ماتيريال، فهو برضو bigger than 1. امتى ايكوال 1؟ في حاله الاير، يعني كي بس بتاع الاير ايكوال 1. يبقى اكزاكتلي الكده بيفكرنا بالريفراكتيف اندكس او معامل الانكسار اللي خدناه في الجزء بتاع الويفز في الترم اللي فات. طيب معنى كده ايه الكده طيب احنا دلوقتي عرفنا الفولت، للاسف احنا كنا بندرس ليه الفولت بيقل والالكتريك فيلد بيقل لما بدخل الدايلكتريك ماتيريال، بس كل ده اتلغى، الفيزيكس بتاعته اتلغت عشان احنا قلنا بس هناخد 70% من الكورس زي ما انتم شايفين الوقت اللي احنا فيه يعني. فللاسف مش هقدر اشرح ليه الفولت بيقل وليه الكتريك فيلد بيقل، هي موجوده ان ديتيلز في كتاب سيرواي اللي عايز يرجع لها، ولو في حد عايز نشرحها له ممكن نتقابل في اي مكان ما اعرفش فين ونشرحها له. المهم انا عرفت الفولت بيقل وعرفت الكتريك فيلد بيقل، بس انا مش انترستد لا بالفولت ولا بالكتريك فيلد، انا انترستد بالكاباستنس. يا ترى لما بحط دايلكتريك ماتيريال كاباستنس يحصل لها ايه؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي. على اي اساس انت بتتكلم؟ تعال نشوف السي اللي هي الكاباستنس في وجود الدايلكتريك ماتيريال هي كيو على دلتا في، وسي نوت اللي هي الاير كاباستنس اللي هي كل اللي كنا بناخده زمان كيو نوت على دلتا في نوت. سؤال، ايه علاقه كيو بكيو نوت؟ وانت لما حطيت جلاس او جرافين او بيبر بين تو بليتس، خلي بالك انت كنت موصل تو بليتس بفولت ميتر، والفولت ميتر ما يمشيش فيه كارنت. عارفين ليه بنوصل السؤال الطبيعي جيف ريزون بتاع سامة للفولت ميتر بتوصل بارلل وللاميتر بتوصل سيريز؟ الفولت ميتر ما يمشيش فيه كارنت، فلو توصل سيريز هيفتح الدايره مش هيمشي فيه كارنت. فالكيو علاقه الكيو بكيو نوت ايكوال، طبعا لازم يكون ايكوال. وانت لما حطيت جلاس بين التو بليتس اللي خلت الشاش تتغير، جماعه الشاش ما تتغيرش غير لما الكباس يكون كونكتد او الدايره مقفوله، بتوصل بباتري بتوصل بالريزيستنس، طول ما الدايره مفتوحه الشارج doesn't change. وبالتالي هنا برضو كيو نوت. يبقى لو قسمت سي على سي نوت هتطلع هي نفس الريشيو العكسيه، تبقى دلتا في نوت على دلتا في، ودلتا في نوت على دلتا في اللي هو الكي. معنى كده ان السي بيساوي كي تايمز سي نوت تايمز مش اوفر، وكده رقم اكبر من واحد. وبالتالي يعني لو الكي مثلا باتنين، يبقى لما حطيت الماتيريال الكي بتاعتها باتنين فانت ضعفت الكاباستنس. لو سي نوت ب1 مايكرو فراد بقت الكاباستنس 2 مايكرو فراد، لو الكي ب10 يبقى السي زادت 10 مرات. طب احنا قدرنا نوصل لكي كام؟ تعال شوف التيبل اللي هو اساسا موجود في السيروي من قديم الازل، اللي انا ما اعرفش طبعا هل اتعمل له ابديتنج ولا لا. هو طبعا في الاول بس عامل ملخص هنا ان الاي نوت اهو لما حطيت الدايركتك الاي قل كي مره، يعني لو كي ب 10 يبقى الاي قل 10 مرات، الفولت قل 10 مرات، الكباستنس زادت 10 مرات، يبقى الانرجي برضو قلت 10 مرات. يعني كله بيقل كله بيقل. الحاجه الوحيده اللي بتزيد كي مره هو الكباستنس. يبقى لما بحط دايركتك ماتيريال الكتريك فيلد بيقل، الفولت بيقل، حتى الانرجي برضو بتقل. الحاجة الوحيدة اللي بتزيد كي مرة هي الكاباستنس. التابل ده طبعا هو فين بس؟ والتابل ده نقله من سيروي بس مش فاكر ده اي فيرجن، maybe يمكن فيرجن 6. وطبعا فعلا اكيد الكي اتغير، اكيد طبعا قدروا يصنعوا ماتيريالز الكي بتاعتها اكبر من كده. يعني شوف الكلام ده من قديم الازل، شوف الكي بكام عندنا، في عندك اكبر رقم للكي بتاع الاسترونيتيوم تايتينيت، ما اعرفش بقراها صح ولا غلط، اللي هي 300. يعني من زمان جدا ما اعرفش الفيرجن دي كانت كام، يعني وصلوا الكيب 300. يعني لو انت حاطط عامل كاباستنس في الهواء 1 مايكرو فراد، 1 مايكرو فراد اضربه في الماده دي، طب بس واضح اكيد 100% الماده دي غاليه جدا، اوكي، هتبقى 300 مايكرو
فراد اللي هي 0.3 ملي فراد. اوكي طبعا انا مش متابع طبعا التكنولوجي، بس اللي انا متاكد منه انه في الوقت الحالي اكيد قدروا يصنعوا ماتيريالز الكي بتاعتها جايز يكون اكبر كمان من 300، بدليل ان احنا قدرنا نوصل لكاباستنس 1.5 ملي فراد و2 ملي فراد ويمكن اكتر كمان من كده. طبعا مش متابع للاسف اكبر كاباستنس كام دلوقتي، بس اللي انا متاكد منه الى الان ما قدرناش نصنع كاباستنس بالفراد. وارد جدا كمان كام سنه ان عشت ان شاء الله او غيري ادى الكورس ده، ممكن ساعتها يكون قدرنا نوصل للكاباستنس بالفراد. في اي سؤال يا جماعه؟ كده خلصنا الحمد لله. اسف. طيب يبقى احنا اخر حاجه خدناها ان سي ايكوال كي في سي نوت، صح؟ شيل سي نوت، حط بتاعه البارل بليت كاباستور اللي هي ايبسون نوت اي على دي، يبقى سي ايكوال كي تايمز ايبسون نوت اي اوفر دي. كي تايمز ايبسون نوت هو ده البيرميتيفيتي بتاعه الايه الماتيريال، هو ده البيرميتيفيتي بتاعه اي دايلكتريك ماتيريال. يبقى ايبسون اللي هي البيرميتيفيتي بتاعه دايلكتريك ماتيريال ايكوال كي مثلا البيرميتيفيتي بتاعه الجلاس هضرب كي بتاع الجلاس، البيرميتيفيتي بتاعه البليت هضرب كي بتاعه البليت، وهكذا. او ممكن نطلع بقانون تاني او تعريف تاني للكي، ان الكي ايكوال ايبسون اوفر ايبسون نوت. فالكي طيب استاذك بس دقيقه واحده، بس دقيقه واحده واكون معكم. أيوة شانسين معايا؟ شانسين؟ أوكي. بعتز بس على بعتز على الانترابشن اللي بيحصل. طيب يبقى الكي إيكوال إبسون أوفر إبسون نوت. يعني هنا بنطلع بتعريف تاني للكي، هي قيمة الإبسون أو البيرميتيفيتي بتاعت أي ماتيريال على البيرميتيفيتي بتاعت الهواء. برضو القانون ده يفكرنا بحاجة خدناها في الفيزيكس زمان، مش عارف تعرفينها ولا لأ، بس أعتقد لأ خدتوها في أولى ثانوي. حد فاكرها؟ يعني كي ده برضو يفكرنا بحاجة خدناها في أولى ثانوي أو تانية ثانوي مش فاكر يعني. حد فاكر؟ مفيش حد فاكر؟ انتوا كلكم داخلين تالتة ثانوي قبل ما تعدوا على أولى وتانية؟ خالص اخدتوا حاجه اسمها السبيسيفيك جرافيتي؟ حد فاكرها؟ غالبا ما عدتش على المنهج تقريبا خالص. تعالى من تعالى من الصابين، فانا ابني انا كنت بذاكر له لما كان في اولى ولا في ثانيه اخذ الحاجات دي، فالحاجات دي اتاخدت. جايز كل المناهج ما اعتقدش نفس المناهج بتاعتكم طبعا، اكيد انتوا جايين منين يعني. اسمها ايه بالعربي؟ طيب لا بالعربي لا اعرف اقول لك بصراحه. السبيسيفيك جرافيتي اللي هي الدنسيتي بتاعه السبستانس على الدنسيتي بتاعه الووتر. خدتوها خدتوهاش؟ خدناها. شفتوا انتوا عالم خدناها؟ خدناها ايوه. كان اسمها ايه بقى بالعربي؟ معلومات عامه. بتقول يا ابني؟ لا مش فاكر. احنا خدناها. طيب الحمد لله. يعني هي فكرتها كالاتي، ان انا بقدر اجيب الدنسيتي بتاعت اي ماتيريال وذ ريسبكت تو الايه الدنسيتي بتاعت الوتر. يعني لو كان سبيسيفيك جرافيتي بتاع الحديد بخمسة، معناه ايه؟ ان الدنسيتي بتاعت الحديد خمس اضعاف الدنسيتي بتاعت الوتر. ده معناها لو الدنسيتي بتاعت الاويل 0.8 معناها ان الدنسيتي بتاعت لو سبيسيفيك جرافيتي بتاعت الاويل 0.8 ده معناها ان الدنسيتي بتاعت الاويل
0.8 او 8 من 10 density بتاعه الووتر وهكذا. هي مجرد ريشيو سيم ستوري. فالكده لو كي يساوي 3 معناها ان البيرميتيفيتي بتاعه الماتيريال دي 3 اضعاف البيرميتيفيتي بتاعه الهواء. لو الكي 300 زي ما شفنا الماده اللي هي 300 معناها ان البيرميتيفيتي بتاعه الماده دي 300 مره البيرميتيفيتي بتاعه الهواء. فعشان كده الكي ليه اسم تاني مشهور في كتب الالكترونكس. احنا عندنا كتب الفيزيكس وكتب الالكترونكس. كتب الفيزيكس بيسموا الكي دايلكتريك كونستانت, كتب الالكترونكس بيسموا الكي ريلاتيف بيرميتيفيتي. ريلاتيف بيرميتيفيتي. وبيدوها رمز مش كي, بيدوها رمز ابسلون ار. ار دي جايه من كلمه ريلاتيف. وبالتالي في كتب الالكترونكس اللي هيدخل منكم ان شاء الله قسم كهرباء, اول حاجه اللي هيعدي من اعدادي يعني ربنا يوفقه يعدي من اعدادي وربنا يوفقه يخش كمان كهرباء, هيسمع عن حاجه اسمها الريلاتيف بيرميتيفيتي اللي هي الكي اللي احنا بناخدها في الفيزيكس. اوكي كده تقريبا خلصنا الشابتر. اتاكد بس ان احنا خلصنا. ده اكزامبل. ممكن نعمل الاكزامبل ده وهنكتفي بكده, وان شاء الله بكره ده في كذا اكزامبل. انا هعمل لكم واحد بس والباقي عندك محلول. حاطط لكم اكزامبلز كتيره. وبكره ان شاء الله, بكره الليكشر الساعه كام؟ 11 ولا كام؟ هي الليكشر بتاعت بكره الساعه كام يا جماعه؟ اعتقد كانت 10 الصبح تقريبا. لا 10 ده في رمضان, في غير رمضان اعتقد 11. هو عموما فارس بعت لي المواعيد ممكن ابص عليها وكده كده لما, بس اعتقد 11. انتوا مش فاكرين خالص؟ 10 متاكدين 10؟ تنصحوني بدري كده ليه؟ انتوا متاكدين موضوع 10 ده؟ ممكن ما 10 يا دكتور. 10 ما ينفعش تبقى 11؟ ينفع. ممكن فاضيين يعني مش فاضيين؟ ينفع دكتور. يعني سؤالكم حاجه عن كيمستري ليكتشر الساعه 12. 12 ونص ليكتشر كيمستري. فلو من طب خلاص يبقى 12 ونص. 12 ونص يعني ممكن يبقى 10 ونص. تمام ماشي تمام يا دكتور ماشي. يا كلكم موافقين 10 ونص دي؟ تمام. اصابه لها بعد الفجر بصراحه. ماشي دكتور لو سمحت ممكن السلايدز؟ مالها السلايدز؟ حضرتك تحطها لنا عند التيمز عشان نرجع لها؟ حاضر اكيد طبعا. وفي مره ما نزلتهاش البوتنشال ما نزلتش يا دكتور؟ لا يا راجل واحده من الاثنين ما نزلتوش. واحده من الاثنين. ايه واحده من الاثنين؟ هي البوتنشال حاجه واحده. ايوه واحده بس. ما تقلبش يا باشمهندس. ما انت دخلت امتحان ازاي؟ دخلت امتحان دو سلايدز؟ بكتب ورا حضرتك مش يعني بكتب ورا حضرتك لكن السلايد نفسها ما لقيتهاش. لا هتشيك هل كان باشمهندس ده صح؟ هل في سلايدز ما نزلتش يا جماعه؟ لا 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 نزل. اصل اعتقد لو ده حصل كان فارس بعت لي يعني اعتقد ذلك. طيب اوكي ناخد اكزامبل سريعا. A paraplate capacitor filled with a dielectric cable deck 3.4 is connected to a mid-volt battery. After the capacitor is fully charged, بعد ما تشحن, the battery is disconnected. Take care. لاحظ ترتيب الأحداث. يبقى عندك capacitor حط فيه dielectric material شحنه بميد فولت. بعد ما تشحن, اللي حصل فصل البطارية. بعد كده the plate have an area بديك الأريا بكذا and are separated by كذا. Find the capacitance والتشارج والالكتريك فيد والانرجي ستورد. طلعت مساله ملهاش اي لازمه في الوجود. مساله سهله جدا. طب نشوف اللي بعدها. كان اللي بعدها اسهل اصعب شويه. طيب شوف الاكزامبل ده. A power plate capacitor has plate area بديكل area اهو. دايما بحط سكويرز على الجيفن بديك السيبريشن. دايما السيبريشن بالمليمتر لازم احوله متر طبعا. والاريا بالسنتيمتر سكوير لازم احولها متر سكوير. هي بس مشكله اليونتس. ما تنساش مشكله اليونتس عشان طبعا تحول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير بضرب في كام؟ في نيجاتيف 4
اوكي طيب the capacitor is charged مديك الفولت then the battery is disconnect برضو نفس اللي فاتت شحنت بعد كده فصل البطارية and a dielectric constant of the same area a but thickness 1 milliliter is placed يعني هو في الاول لما شحنه كان air فصل البطارية بعد كده حط dielectric material وسمكها اقل من سمك الايه الـ اقل من السيبريشن مش قده بالظبط كان السيبريشن 2 ملي والثيكنس 1 ملي اوكي طيب عايز ايه بقى عايز الانيشال كاباسيتانس يعني هي سي نوت يبقى اف نوت ايه على دي بعد كده عايز التشارج اون ايش بليت كيو ايكوال سي نوت في نوت كل حاجه عندك يعني ايه وبي سهلين جدا مفهومش حاجه بعد كده عايز الكتريك فيل لغايه دوت فيش جديد يعني هتبقى يا اما نقول دلتا في نوت على دي او كي او استخدم سيجما على الاريا سيجما على ايبسلون اسف الالكتريك فيد ان ذا دايلكت هنا بقى جديد اهو الكتريك فيد في الدايلكتريك ماتيريال احنا قلنا ان الاي الكتريك فيد في الدايلكتريك هو نفسه الكتريك فيد في الهواء مقسوم على مين على كي يبقى هو ده الالكتريك فيد اللي في الدايلكتريك ماتيريال بعد كده عايز البوتنشال ديفرنس بتوين ذا بليتس افتر ذا دايلكتريك از ادد عايز الالكتريك البوتنشال ديفرنس اللي بين التو بليتس بعد ما حطيت الدايلكتريك خدنا القانون ده قبل كده ان الفي ايكوال ماينس اي انتجرال اي دوت دي ال او دي ار او دي اكس وات ايفر اللي هو نفسه طبعا مش هنعمل انتجريشن بتاع الفولت هو نفسه اي نوت بتاع الهواء في سمك الهواء زائد الالكتريك فيد بتاع الدايلكتريك ماتيريال في سمك الدايلكتريك ماتيريال تاني تعال نسيبها كده ده الايه ده البليت ده الكاباستور سي مثلا الدايلكتريك حطيته هنا مش لازم اكون حطيته في النص مش هيفرق مكان ال مكان الدايلكتريك اساسا فسمك الدايلكتريك كان اللي هو كان 1 ملي فهو بسماه ال وهنا ده السمك ده السيبريشن اللي هو دي اللي هو كانت 2 ملي يعني بلغه الارقام دي كانت 2 ملي وال كان 1 ملي فالتوتال فولت اللي هو الفولت اللي جوه الدايلكتريك بلس الفولت اللي في الهواء الفولت اللي في الهواء اللي هو الكتريك فيد بتاع الهواء تايمز دي ماينس ال اللي هي الحته دي الحته دي اللي هي دي ماينس ال زائد الفولت زائد الكتريك فيد بتاع الدايلكتريك تايمز سمك الايه دايلكتريك بس طبعا بلغه الارقام هو شاف ليه عاملها طبعا انا قايلها من الكتاب يعني فهو مطلعها لك في صوره فورمولا كان ممكن تحلها بارقام على طول هو شال الاي دي وحط مكانها اي نوت على كي واخد الاي نوت كومن فاكتور طلع لك دي ماينس ال بلس ال اوفر كي كل حاجه عندك يعني بلغه الارقام كل حاجه عندك قدرت تجيب الفولت اوكي بعد كده عايز الكاباستنس خلاص ما انت عندك الكيو ما اتغيرتش والفولت جبته تقدر تجيب الايه الكاباستنس صعبه دي هي دي يمكن اهم مساله موجوده عندكم في السلايدز خلاص ان شاء الله بكره ان شاء الله على 10:30 هنبدا مع بعض في الار سي سيركتس اي سؤال هو كده الشابتر ده خلص يا دكتور الشابتر كده خلص بكره ان شاء الله نبدا في الكتريك كارنت مش هناخد ولا حاجه فيه الا التوبك ده بس عشان الاكسبيرمنت احنا مضطرين كان المفروض نلغي الشابتر كله بس احنا مضطرين ناخد الار سي سيركتس علشان الاكسبيرمنت وعشان انت عندك امتحان عملي فيها ان شاء الله بعد كده طبعا مش هناخد الار سي سيركتس بس بكره ان شاء الله هنبدا في الماجنتيزم يعني الار سي سيركتس ممكن تاخد نص ساعه بالظبط وساعه ونص ان شاء الله هنبدا في الماجنتيزم اي سؤال يا جماعه اوكي اشوفكم ان شاء الله بكره السلام عليكم